20. اوكي. اللي هو الاي دي ساينتفك اندكس اللي هو 2024، اللي هو تم نشر التصنيف ده، وللسنه الثالثه على التوالي. ويعني بتوفيق من ربنا عز وجل، الحمد لله الاول على مستوى فلسطين في مجال التعليم وتوظيف الاي سي تي والاي اي ان اديوكيشن، والترتيب ال 25 على اعضاء هيئه التدريس على مستوى الجامعات في كافه التخصصات في فلسطين، وفي فلسطين رقم 59 في كافه التخصصات على مستوى فلسطين. ربنا يجزيه كل خير على وقته وعلى مجهوده الكبير، ويعني كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور. اللايف ستريمينج بدأ دلوقتي على اليوتيوب شانل، هبعت لحضرتك اللينك بتاعها بحيث ان حضرتك ممكن تحطه على الفيسبوك. وفي البدايه انا بطلب من كل الحضور الكرام ان كل واحد بس يعرف نفسه هو منين، الاسم، وهو من بلد منين بالظبط يا فندم، والجامعه اللي هو يتبعها او المؤسسه التعليميه. اطيب التحيات، والمايك مع حضرتك دكتور زهير. شكرا لك. ماشي، السلام عليكم، يعطيكم العافية، مساء الخير للجميع. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لجميع الزملاء والزميلات من دول مختلفة لحضور هذه الورشة. طبعا هذه الورشة وافقت تكون بعملية تبادل الخبرات فيما بيننا والبعض في خصوص بالنسبة لتوظيف التكنولوجيا بشكل عام. لكن بصراحة قبل ما أني أبدأ في المحاضرة بشكل أساسي، في عندي بالنسبة لفرصة على أساس نعطي للزملاء والزميلات فرصة تتعلق بعملية النشر. طبعا هذا هو عبارة عن كول من إحدى المجلات، المجلة هذه من دار النشر اي سي ام، وهي عبارة اسوشيت كومبيوتينج ماشينري، وهي بالنسبة لدار النشر الأمريكية تتعلق بنشر أحدث المواضيع المتعلقة باستخدام الكمبيوتر في التعليم. فكان هذا الكول الموجود عندنا يتعلق بتوظيف جنريتيف اي اي في الاي ليرنينج، جزء مهم جدا. طبعا الجميل جدا في هذا الموضوع ليس هو عباره عن شرط ان يكون باحث، ممكن ان تكون عباره عن وايت بيبر، ممكن تكون عن افضل الممارسات. طبعا احنا كتبناها هنا في الميدل ايست ريجن، ممكن نضيف له بالنسبه لنورث افريقيا، وبالتالي يكون شامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البحث عن أفضل الممارسات لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي سواء كان في التعليم أو في البحث العلمي بشكل عام. هذه كنقطة مهمة جدا كفرصة. بعرف أن العديد من الزملاء والزميلات بشكل عام بيسألوا دائما هل هذا المجلة سكوباس أو هل هذا المجلة مفهرسة؟ بالنسبة له دور النشر أو المستودعات للأبحاث العلمية، هذه المجلة مفهرسة في جوجل سكولر. إذا أردت فيما يتعلق بالنشر في مجلات سكوباس ضمن مستودع سكوباس أو ضمن بالنسبة لمستودع ويب أوف ساينس، لا في عنا أي مشكلة. في هناك مجلات أخرى ممكن بشيرك لها، أنا بكون موجود في الإديتوريال بورد، ممكن أن أشارك في عملية النشر، ولكن أهم شيء أن يكون هناك بالنسبة للبحث جيد، وخلينا نقول الكواليتي تاعته عالي جدا. طبعا في لها بالنسبة للإديتوريال مانجيريال اللي هو بيكون موجود عندي، فقط تضغط من هذه الطريقة تدخل تسجيل في نظام. نفس الشيء ريفيوينج بكل طريقة الاسوسيشن فور كومبيوتينج ماشينري بشكل عام معروف ومرتبطة به عملية الريفيوينج، عملية بالنسبة للبروسس كاملة ما عندنا فيها بالنسبة لأي مشكلة. وأهم شيء طبعا عدد الكلمات 2000 كلمة حتى يكون بالنسبة واضحة للجميع، حتى إنه إيش نساعد الزملاء والزميلات في عملية النشر، نساعدهم في الحصول على سايتيشن على أساس أنه يتم النشر طبعا خلال فترة زمنية قصيرة جدا. هذه كنقطة فقط بس نقوم بعملية وضع الرابط اللي بعثه الدكتور محمد لقناة اليوتيوب، وبعدها يجب ندخل في الموضوع. قبل ما أبدأ بدي أستغل وجود أطرح عليكم سؤال بسيط جدا، وهو يتعلق في عملية استخدام الجينيريتيف اي اي في التعليم والتعلم وحتى في البحث العلمي. ممكن يكون موجود عندي بالنسبه له جزء، كيف نستطيع نضيف بالنسبه لهذه الانواع من التكنولوجيا في التعليم بشكل عام. اوكي خلاص انا بدي اخلص من هذه، اعمل ستوب شيرنج من هنا ونبدا. موجود عندي من الجهاز الثاني. كجزء مهم جدا يعني نتبادل الخبرات، نتبادل المعلومات فيما يتعلق بتوظيف
الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية التعليم والتعلم، وبنضيف إلى البحث العلمي حتى يكون لبعض الزملاء والزميلات حتى يكون عندهم خبرة أو معلومات كيفية توظيف. طبعا بشكل حتى نكون واقعيين، الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عام شاشة جديدة ظهرت عندكم، لأنه عندي الجهاز الثاني كنت أعمل له عملية. الشريحة الأولى اللي موجودة عندنا يا دكتور لغاية دلوقتي. اللي هي جنريتيف اي اي Teaching and learning in the era of generative AI. الآن. أيوه الآن. تمام. Generative AI. ده معناته حتى نكون واضحين بالنسبة لمفهوم الجنريتيف اي اي، هو عبارة عن نوع من أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن هنا يختص في عملية إنتاج المحتوى النصي، محتوى موجود على شكل صورة بشكل عام، إنتاج الصور، إنتاج الملفات الصوتية، إنتاج مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ذلك عملية السيميوليشن، وجزء منه آخر وهو عملية بالنسبة لعملية تحليل البيانات بشكل عام. في هذه الجزئية أو في هذه المحاضرة بشكل عام لن أتكلم عن الجوانب النظرية، أو أكون هناك عبارة عن مناقشة عامة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإنما سأدخل إلى عملية ليش الابليكيشن براكتيكال، وهذا كجزء كيف نستطيع هذه الأدوات استخدام وتوظيف هذه الأدوات في عملية التعليم والتعلم، وليس فقط نظريات أو نتكلم عن بشكل عام عن الأخلاقيات أو أشياء مناقشة عام، وذلك حتى تتميز الاستفادة. هذا كسؤال بسيط جدا أتمنى من الزملاء والزميلات إجابة عليه، وهو عبارة يتعلق بكيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتخطيط والاستفادة. الآن كجزء مهم جدا أنه يتعلق بدور أدوات الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي في التعليم، Artificial Intelligence in Education. طبعا هنا موجود عندي إله أستطيع تقسيمه وتجزئه إلى قسمين. الجزء الأول بنسميه الرول أو دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، والجزء الثاني يتعلق بعملية التأثير. وكأمثلة بسيطة جدا، بالنسبة لعملية دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم، في أعمال مجال التدريس، ثم في مجال التقييم، ومن ثم في عملية في الإدارة الصفية أو الإدارة المدرسية بشكل عام. وراح أتكلم عن كل جزئية منها بتطبيقات من خلال الممارسات اللي أنا مارست فيها خلال الفترة الماضية، وممكن أيضا عدد من الزملاء أو الزميلات بإمكانهم أيضا يكون بعملية مشاركة تجاربهم بشكل عام. الذكاء الاصطناعي التوليدي المشكلة الأساسية في أنه كل يوم في تطبيق جديد، كل يوم في بالنسبة لإيش تظهر تطبيقات حديثة، وبالتالي إحنا كممارسين صعب جدا علينا نكون بعملية متابعات وبالنسبة لعملية استخدام كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه وتطبيقها في ممارسة. الجزئية الثانية تتعلق بالتأثيرات، التأثير على المعلم أو عضو هيئة التدريسية بشكل عام، وأيضا بالنسبة على الطلاب، سواء كان طلاب في التعليم العالي أو سواء كان طلاب في التعليم الجامعي. بالنسبة للمعلمين، تأثيرها من حيث زيادة الفاعلية التعليم، عملية النمو المهني وبروفيشنال ديفلوبمنت بشكل عام، بالنسبة للطلاب عملية الانجيجمنت، بالنسبة لعملية عملية التفاعل مع الآخرين. هذه كلها نقاط مهمة جدا ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نبدأ بالتفكير في استخدام بالنسبة مثل هذه الأدوات في التعليم. الآن إحنا كأعضاء هيئة تدريسية في جامعات، الجميع طبعا يكون منشغل في ثلاثة خلينا نقول مجالات مهمة جدا. المجال الأول يتعلق بالتعليم،
مطلوب من عضو الهيئة التدريسية في الجامعات أن يكون بالتدريس. أيضا مطلوب منه بالنسبة للقيام بإجراء أبحاث علمية ونشرها، سواء كانت عملية الترقية، سواء كان بالنسبة لعملية الرانكينج للجامعات بشكل عام. كل ذلك يعتبر جزء مهم جدا نأخذها بعين الاعتبار، كيف نستطيع نحن أعضاء الهيئة التدريسية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مثلها بالنسبة للمجالات أو مجالات العمل تاعنا، التدريس، البحث، ومن ثم السيرفيسز التي يمكن أن نكون بعملية تقديمها لطلابنا في مؤسسات التعليم العالي أو بالنسبة للكوميونتي أو بالنسبة للمجتمع اللي موجود في الجامعة بشكل عام. الآن سأنتقل إلى كل جزء من هذه الأجزاء الموجودة عندي وبشيء من التفصيل، كيف نستطيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا هنا عملية بالنسبة للتيتشنج تشمل إنشاء المحتوى، وهذا كنقطة مهمة جدا، عملية بالنسبة لتزويد التغذية الراجعة، ومن ثم عملية الجريدينج، ثم عملية بالنسبة تخصيص البيرسوناليزد ليرنينج أو ما يسمى بالنسبة تخصيص أو تفريد التعليم، ثم عملية التدريب ومساعدة الطلاب، عملية بالنسبة للإنكلوسيف إديوكيشن أو التعليم الشامل ممكن يكون لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، ثم تصميم الكورسز، وهذا نقطة مهمة جدا الموجودة في بخط تحديدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي بين قوسين وتشات جي بي تي، ثم عملية المساعد التدريس، عملية تحليل الداتا، ومن ثم عملية تعلم اللغات، وهذا طبعا يكون مخصص أكثر لتعلم اللغات بغض النظر عن اللغة الموجودة عنده، لغة عربية، لغة إنجليزية، أو أي لغة أخرى موجودة عنده. الآن نأخذ بالتطبيقات كل مجال من مجالات التدريس، وكيف نستطيع نحن كأعضاء تدريسية الاستفادة من هذه التطبيقات الموجودة عندي في عملية التعلم في عملية التدريس بشكل عام. الجزء الأول يتعلق بعملية بالنسبة لك سؤال بسيط جدا، لو أنت عملية ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها في التدريس، إذا في مجال جاوبنا هذا كسؤال بسيط جدا وهذا مهم جدا. طبعا هناك عدة تطبيقات نستطيع استخدامها في عملية التدريس حسب التخصصات الموجودة عندنا، حسب بالنسبة طبيعة الفئات العمرية، وهذا نقطة مهمة جدا. ممكن بعض الزملاء والزميلات الموجودين معنا مدرسين، أيضا بإمكانهم يقوموا بعملية الاستخدام. ممكن بعض الزملاء متخصصات في الرياضيات، تخصصات في العلوم أو في العلوم الإنسانية، أيضا هناك مجال لعملية الاستخدام بشكل عام. فهي بالنسبة للسؤال. إذا عندك بالنسبة على جوالك بيكون موجود بالنسبة للريدر كود، ممكن إنه إيش يكون بعملية الإجابة. الآن بالنسبة للجنريتيف في إنشاء المحتوى، هذه كنقطة مهمة جدا. الجنريت موجود عندي هان، سواء كان في عملية إنتاج بالنسبة للفيجوال، وهنا مقصود فيها الصور البوسترات الموجودة عندنا، أيضا بالنسبة للأوديو الملفات الصوتية بشكل عام، سواء كان بالنسبة لعملية توليد الصوت وتحويل النص إلى ملف صوتي، في هناك عدة تطبيقات، أو موجود بالنسبة لعملية توليد الموسيقى، ثم يأتي عملية توليد النصوص، ومن ثم نصوص بشكل عام، ممكن تكون اختبارات، ممكن تكون عبارة عن أنشطة، ومن ثم عملية بالنسبة للكود جنريتر بالنسبة لعملية توليد الترميز، وخاصة في عملية تعلم اللغات البرمجي بشكل عام. فجزء مهم جدا من العمل تاعنا أن نقوم باستخدام إنشاء مقاطع الفيديو سينتاسيا، وهي أداة بسيطة جدا نقوم باستخدامها في إنتاج المحتوى الموجود عندي بهذه الطريقة. أتمنى تكون الصورة الآن الصورة ظاهرة بالنسبة لمقطع الفيديو. لسه يا دكتور. أوكي مش مشكلة، أنا بقول أوكي ممكن تكون عندي هنا شير سكرين، أعتقد الآن ظهرت. تمام، اظهر يا فندم. ممتاز، الآن هذه هي تعتبر بعض الأدوات التي نستطيع استخدامها. طبعا في نقطة مهمة جدا،
حتى يكون عارف جميع الزملاء والزميلات أن مشكلة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي 90% منها تكون إيش مدفوعة. لكن أنا بالنسبة يمكن أكون باستخدام بعض الخصائص الموجودة في بعض التطبيقات اللي بتكون النسخة المجانية أو الجزء المجاني منها، يكون مقسم حسب الطريقة الموجودة عندي. فأنا طبعا بالنسبة لكريت إنشاء مقطع فيديو جديد، واحد بالنسبة للخصائص تاعته فقط تحتاج إلى عملية تسجيل من خلال بالنسبة له. أوكي عفوا، هذا مسجل، أنا لوج إن، أنا آسف. ممتاز جدا. الآن أوكي، فقط هاي بالنسبة لمنطقة العمل ظهرت عندي. طبعا هذا مطلوب إذا بدك تعمل بالنسبة لمنطقة بنسميها فري أو تحصل على خصم 30%. طبعا أعضاء هيئة تدريسية، احنا نكون واقعيين، ليس بإمكاننا شراء أي تطبيق من هذه التطبيقات إلا إذا كانت إيش مضطر إله بشكل عام. قم بعملية إنشاء عندي بالنسبة أولا. لاحظوا بالنسبة للواجهة الرئيسية الموجودة عندي، هنا عبارة عن منطقة العمل الخاصة فيه. نقطة مهمة جدا، بإمكاننا نقوم بعملية إضافة ممبرز حتى يقوموا بالتسجيل وبالتالي نأخذ عليها كريدت. ثم نبدأ بعملية إيش الهوم اللي هي بالنسبة للصفحة الرئيسية الموجودة عندي. نقوم بعملية إيش إنشاء فيديو من تمبليت، أو بنعمل عملية إيش من شاشات الحوار الفيديو ويزارد. أبينا يكون هنا طبعا السين الموجود عندي بده يكون عبارة عن كامن مشهد، بده يكون أنت بتختار الشيء المشاهد المراد تصميم الفيديو له. أنا موجود عندي ثلاثة مشاهد، بالتالي بعمل كرييت. نقطة مهمة جدا، طبعا هذا أهميته ممكن حد يسأل طيب متى أكون باستخدام بالنسبة لمقطع الفيديو. طبعا هذا مقطع الفيديو ممكن يكون في بداية الكورس الخاص بي، ممكن يتم استخدامه لإبراز بعض النقاط المهمة جدا في عن طبيعة المحتوى الموجودة. لاحظ ظهرت بالنسبة له وصول بالنسبة للشاشة الموجودة عندنا، بدنا نكون بعملية تصميم النص وإضافة النصوص بشكل عام، بالإضافة إلى إضافة إيش الأفاتار. كان بالنسبة له إضافة أفاتار مناسب من الصور الموجودة عندك بشكل عام حسب الصورة المناسبة. أنا موجودة عندي ليلى جديد كاسم، بشكل عام نستطيع إضافتها. طبعا إحنا نتكلم عن سرعة الإنترنت، هنا لها دور مهم جدا. أنا يكون موجود عندي بالنسبة لإضافة النصوص، هنا تقوم بعملية إضافة النص الموجود عندك. هنا ظهرت الصورة الموجودة عندي والأفاتار اللي أنا قمت بعملية استخدامه. ممكن نبدأ بعملية إيش الكتابة. أهلا وسهلا بكم كجزء موجود عندي. طبعا الفكرة موجودة عندي، فقط نقوم بعملية نفس مادة ما كنا نستخدم بالنسبة لتطبيق الهايجين، لكن هنا الفرق ما بين هذه التطبيقات الفترة الزمنية اللي بعطينا إياها. يعني هذا طبعا لاحظ انقسم حسب بالنسبة للسينز أو المشاهد اللي أنا بده يكون موجود عندي. يكون هناك كتاب بالنسبة له النص الأول الترحيب، وهنا بده يكون نص آخر، وهنا بيكون إيش نص آخر موجود عندي. لاحظ كل سين يكون مقسم إلى مجموعة من الثواني، يعني كم بده يكون بالنسبة له الفترة الزمنية لكل سين. طبعا بإمكانك إيش الاستماع بصورة تلقائية من هان من خلال الليسنينج. طبعا بحاول انه يكون بعمليه التشغيل. لاحظ الصوت، مش عارف طلع الصوت عندكم ولا لا. لاحظ وكانها لغه عربيه، خلينا نقول نيتف عربي. الصوت لسه ما وصلش عندنا، اوكي مش مشكله، انا بقول لك ما في اي مش مشكله. مشكلة. انا لا عادي، مش حتى يكون بالنسبه للشير ساوند الان. أهلا وسهلا بكم. لا أهلا تمام كده وسهلا واضح. بكم. اوكي ممتاز، هاي نقطه. نقطة ثانية كمان، في عندي شيء أنا بإمكاني أقوم بعملية التسجيل. شيء رائع جدا، يعني ليس فقط أن يكون بإضافة النص إلى أو النص مكتوب حتى يتم تحويله
الى صوت، وانما انا بامكانكم بعمليه ايش تسجيل صوتي موجود عندي هان. طبعا حسب الطريقه الموجوده عندي يمكن عمليه التسجيل ومن ثم عمليه الاضافه بشكل كامل يوز الاوديو موجود عندي. وهكذا بامكانكم ايضا عمليه استخدام ليس فقط تسجيل، وانما ايضا بامكانكم بعمليه استيراد ملف موجود سابقا، وهذا طبعا مهم جدا وحتكلم عنها لاحقا. عملية استراتيجية توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي، الجميع بيعرف يقوم بعملية إضافة النصوص، الجميع بيعرف يقوم بتوليد الصور، وفقط كتابة نص معين ومن ثم عملية فقط كليك لعملية جنريت. لكن الفكرة الأساسية الموجودة عندك الاستراتيجيات الفعالة التي نستطيع الاستفادة من هذه الأدوات في عملية التعليم والتعلم بشكل عملي، هي كجزء منه راح اتكلم عنه، اللي هو عباره عن هندسه الاوامر او برومبت انجينيرنج، او بالنسبه لايش؟ هندسه كتابه بالنسبه للصيغ الموجوده عندي. وهكذا نستمر في النهايه بيكون موجود عندي ايش؟ عمليه بدايه الفيديو تكون بعمليه الانشاء فقط. طبعا لاحظ بيكون في هناك تقدم عمليه الانتاج بشكل عام. اخذ شوي فقط حسب سرعه الانترنت بشكل عام. وبتصلك على الايميل اللي سجلت فيه انه الفيديو تاعك جاهز وبامكانك ايش الاستفاده منه ونشره لطلابك بشكل عام. هذا كجزء مهم جدا. الجزئيه الاخرى موجوده عندي وهي تتعلق ايضا بعمليه استخدام الشات جي بي تي، وهذه نقطه مهمه جدا. يعني نسبه كبيره جدا من الزملاء والزميلات بيقوموا بعمليه استخدام الشات جي بي تي، ولكن كيف نستطيع الاستفادة من إمكانيات الشات جي بي تي في التعليم؟ أولا على الآيفون أو الآيفون ستور أو ما يسمى بالنسبة لجوجل ستور بده يكون في عندي تطبيق اسمه تشات جي بي تي. يعني حتى نقول مثل الصورة الموجودة عندكم عبارة عن بده يكون موجود عندي التطبيق بإمكانكم بتنزيله على الجوال تاعي. هاي هو موجود عندي هنا، هاي بالنسبة للتشات جي بي تي كجزء مهم جدا. طبعا الفكرة من استخدامه بهذه الطريقة استخدام الجوال واستخدام بالنسبة لتطبيق التشات جي بي تي سيسهل علينا توظيف في العديد من التطبيقات اللي راح أتكلم عنها لاحقا. وأيضا بإمكان تستخدمه بشكل مجاني 3.5، ولكن التطبيقات اللي راح أعرضها في هذا اللقاء عن نتكلم عن الشات جي بي تي 4. طبعا 20 دولار ممكن، بس احيانا في بعض الفصول في بعض الاشهر بدفع، في بعض الاشهر ما بدفع. كمان شوي راح اكون بعمليه عرض الامكانيات الموجوده وكيف استطيع الاستفاده منه في عمليه الحصول على تغذيه راجعه لاعمال الطلاب، في عمليه التصحيح الاعمال الكتابيه للطلاب، في عمليه تصميم المقررات الخاصه فيها على الشات جي بي تي. فكجزء مهم جدا انه اقول مثلا على سبيل المثال كتطبيق موجود مني، انا بامكاني اخذ بالنسبه اي صوره ماشي موجوده عندي واقوم بتصويرها على التطبيق. طبعا التطبيق الموجود عندي تشات جي بي تي، التطبيق قام بعمليه تقميش تمكين الكاميرا، وبالتالي بامكاني اخذ اي صوره موجوده عندي على تشات جي بي تي بشكل عام من خلال الجوال تاعي، ومن ثم اطلب منه ايش التعرف على المكونات. وهذه مهمة جدا أن الطالب لما يروح لمختبر العلمي في داخل الجامعة ممكن لأول مرة يدخل على المختبر بشكل عام، في أدوات ما بيعرفها بإمكانه فقط أنه يأخذ إيش صورة لهذا المكون الموجود عندي وكله أعطيني وصف لهذه الأداة الموجودة عنده وما هي هذه الأداة الموجودة أمامه. على سبيل المثال أنا أخذت بالنسبة له هذه الجزئية كمجسم عفوا، وطلبت أن يكون بعملية إيش؟ تعرف على الصورة بشكل عام، فقط بعمل عملية إيش؟ رفع الصورة ومن ثم أكتب بعملية إيش؟ إضافة وصف لهذه الصورة الموجودة عندي. ليس فقط وصف الصورة، وإنما بإمكاني أسأل كيف أستطيع استخدامها في التجارب؟ كنقطة مهمة جدا أقوم بعملية الإنتاج، بدي أقوم بعملية وصل على من خلال الجوال تاعي موجود عندي
بعد إذنكم، بس فقط أقوم بوصل الجهاز من خلال بالنسبة له على الفير على البات، من ثم لاحظ الموجودة عندي. الآن أنا بدي أقوم بتشغيل بالنسبة له بيق طبعا. يعني الفكرة موجودة عندي حتى، يعني الجميع أكيد موجود واستخدمها في عملية بالنسبة للعرض في عملية التطبيقات الموجودة عندي. Recording in progress. هذا كجزء مهم جدا. دكتور محمد، ممكن تعطيني الهوست للاسم الثاني فقط حتى أقوم بعملية العرض؟ حضرتك معاك الكوهوست، معاك الاسم التاني. أوكي، ممكن اسم الآن اسم ايه حضرتك هتدخل باسم ايه؟ نفس الاسم. نفس الاسم. اوكي اوكي ياكوب، بس كان بدي يهير مي اقول، رايت. ها اوكي ياكوب، بس بدي اقول، ياكوب Jacob, could you please upgrade Dr. Zuhair to be a co-host for the second account? I'm going to call her right now. أعتقد أنه الآن المفروض أنه يظهر عملية الاكونت شير. الاول فكرة موجودة عندي فقط كنقطة مهمة جدا، نعمل عملية شير. انا بتصل بيه حاليا اهو. دي واحدة. أنا فكرة نبدأ أشوف بس فقط. بدنا نحضره ولكن مش مشكلة. طبعا التطبيق بسيط جدا، موجود على التطبيق موجود، قم فقط بالتقاط أي صورة موجودة عندي، ومن ثم عملية إيش؟ طرح أسئلة أو استفسارات حتى يقوم بعملية إيش؟ استخدامها أو العمل فيها. الآن كجزء مهم جدا، جزء من اللي أيضا استخدام بالنسبة لعملية
أريد الآسنة فقط تكون بإضافة صورة معينة تؤخذ بالنسبة ل شات جي بي تي 4، قم بعرض تطبيق بشكل عام. نفس المبدأ موجود عندي، سواء أوكي هاي موجودة عندي، الصورة واضحة. أوكي موجود عندي شات جي بي تي 4 موجود الآن بنفس المبدأ موجود. ما يميز بالنسبة للشات جي بي تي 4 الآن وجودنا بإمكانه يقوم بعملية رفع ملفات، هذا مهم جدا. يعني بإمكانه أخذ مثلا بالنسبة له في محاضرة أقوم بعملية يعطيني ملخص لها بشكل عام. لو افترضت مثلا هذا ملف موجود عندي أطلب منه عملية سمرايز ذا دوكومنت، ظهر الشاشة عندكم ظهر يا دكتور. بس ممتاز، ظهر ده الشات تشات جي جي بي بي تي تي 4. 100% ممتاز. الآن شو اللي عملته أنا؟ قمت بعملية رفع هذا الملف الموجود عندي، طبعا باخذ شوية وقت حتى يقوم بعملية معالجته ورفعه من تلقائيا، حجمه طويل شوية ما في أي مشكلة عندي. أيضا بإمكانه حتى بالنسبة ليوتيوب مثلا، يوتيوب مثلا كانت محاضرة عن الكيمستري، بالنسبة لهذا للطلاب مهم جدا، مثلا بالنسبة له فيديو عن محاضرة فيها الكيمياء. أوكي نأخذ على سبيل المثال هذا الجزء فقط. أوكي بدي أعمل عملية الصوت شوية بس نمشي. أوكي لنفترض أنا بدي أخذ هذه الصورة الموجودة عندي، أخذها كصورة. أذهب إلى مين؟ تشات جي بي تي. أولا لاحظ أنا أعمل عملية رفع فقط، بعمل عملية إيش؟ سبميت. لاحظ الآن ظهرت عندي بالنسبة لـ Reading Documents. أنا لو طلبت بالنسبة تلخيص بالنسبة للملخص بشكل عام، طبعا هذا مهم جدا. بالنسبة أعطانا عنوان أو ملخص معلومات بشكل عام، أعمل هذا طبعا مهم جدا. لاحقا كيف نستطيع تضيف هذه في تصميم مقرراتنا على تشات جي بي تي 4؟ حسب النصوص الموجودة عندي لاحظ بعطيني هذا ملخص، بوفر علي وقت كجزء. هاي واحد من التطبيقات التي نستطيع توظيف الذكاء الاصطناعي له. لنفترض من المحاضرة اللي أنا شفتها بأنس بالنسبة لمقطع فيديو، خاصة إذا كانت بالنسبة للمواضيع المعقدة والمواضيع الصعبة على الطلاب فهمها، مثلا ديسكرايب. دكتور زهير أنا آسف للمقاطعة، هو حضرتك دلوقتي محتاج الأكونت تاني برضو يتفتح؟ لا 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 خلاص دكتور هيك جاهز تمام ما في أي مشكلة. خلاص أوكي تمام. أوكي الآن ضفت صورة، ونفس المبدأ كان بأسكان بالنسبة للجوال تاعي، أنه أخذ الصورة تلقائيا يعني من الشاشة وأقوم بعملية إيش؟ تصوير ومن ثم إرسال. نفس المبدأ موجود عندي، لاحظ أعطاني إيش مواصفات بالنسبة لمين؟ لا وصف شو موجود عندي في هذه الصورة، وأنا بفسر لي بالنسبة لإيش تفاعلات. لاحظ بعطيني شرح، وهذا ما له مهم جدا بالنسبة لي أنا كعضوية التدريس أو بالنسبة لطلابي. بناء على هذا ممكن أقول له إيش؟ ممكن suggest new activities مثلا على سبيل المثال related، هاي كجزء. أوكي لاحظ الآن ممكن أقوم بعملية إيش؟ توسيع بالنسبة للمعارف الموجودة عندي. أوكي هاي موجود عندي lab experiments وما إلى هذا كنقاط. تخيل نفس المبدأ، أنا قمت بتصوير صورة معينة، تصوير مجسم بالنسبة للجمجمة بشكل عام، وبقوم بعملية إيش؟ بطلب منه أن يقوم بعملية طرح مجموعة من الأفكار حول هذه الصورة الموجودة عندي أو حول هذه الأداة الأخرى الموجودة. إذا هذا بيسهل علينا إحنا كممارسين، بيسهل على الطلاب عندما يدخل إلى داخل المختبر العلمي بشكل عام. نتابع بالنسبة له أيضا بالنسبة لهذا الجزئية، بالنسبة له الصور الموجودة عندي، البرين ستورمينج، عملية الليكتشر، عملية التلخيص اللي كنت أتكلم، ممكن تلخيص أعمال الطلاب وخاصة في عملية البرزنتيشن الأساينمنتس في نهاية الفصل. أنا أقوم بعملية التقاط صورة، أقوم بعملية إيش؟
التلخيص بنفس المبدأ الموجود عندي، نفس مبدأ الصورة كجزء آخر موجود عندي يتعلق بعملية إيش؟ التفاعلات اللي قلتها بالنسبة للتفاعلات الكيميائية، عملية بالنسبة التعلم بالنسبة للمناقشات من خلال استخدام بالنسبة للتشات جي بي تي، واستخدام بالنسبة للملفات. طبعا بالنسبة للتطبيق الموجود عندي على الجوال، في بالنسبة مفعلة بالنسبة لمين؟ للصوت. يعني بإمكاني إذا بتلاحظوا هنا موجود على التطبيق من أسفل موجود إضافة إيش؟ ملف صوتي. يعني بإمكاني أقوم بعملية تسجيل ملف صوتي حتى إنه إيش؟ يفهم، وبالتالي تكون المناقشة ليس فقط نصية، وإنما من خلال إيش؟ الصوت. وهذه كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا في عملية بالنسبة عمل الملخصات، كتابة الملاحظات عن student assessment، وهذه كنقطة مهمة جدا بإمكاني أخذ عملية الجريدنج راح أتكلم عنها لاحقا. الجزء الثاني مهم جدا، وهذه اللي هو عبارة عن بناء الكورسات تاعي. كيف بدي أقوم بعملية بناء الكورسة؟ نفس المبدأ، بروح للتشات جي بي تي، لاحظ شو موجود عندي. بدي أعمل بالنسبة له، طبعا أنا عامل سابقا ظهرت دكتور محمد بالنسبة لتشات جي بي تي 4. أي دكتور ممتاز. لا طبعا هذه النسخة المدفوعة 20 دولار، ممكن واحد يقول والله مبلغ كبير، ولكن أنا راح أتكلم عنها لاحقا بالتفصيل. أنا لا أستخدم فقط التشات جي بي تي 4 فقط لعملية تدريب طلابي، وإنما ممكن أستخدم في عملية البروف ريدينج للأبحاث تاعتي. هذا ممكن أتكلم عنها لاحقا في البحث، ما بوفر علي وقت وجهد، وبالتالي انا ممكن ارتبك فيه لمده شهر اقوم بعمليه ايش؟ انشاء ما لتحقيقه بالنسبه لهذه مواد تعليميه، خبرات، مواد بالنسبه لمقررات، بالنسبه لانشطه، بالنسبه لابحاث. عندي تشات جي بي تي موجود عندي، في عندي اكسبلور جي بي تي. عن جي بي تي احنا هو اللي بيهمنا، نضغط عليه بهذه الطريقه ظهرت الصوره بالشكل ده. شيء بسيط جدا، ولا في اسهل منه. تخيلي او تخيل انت بتدرس اي مقرر، سواء كان في العلوم الانسانيه، العلوم التربويه، ماده الرياضيات، ماده العلوم، طالبة دراسات عليا، اي شيء موجود عندي. شو بعمل هذا الجي بي تي اس؟ هذا بيعمل لي عمليه كرييت او انشاء. هذا كاتب لي مثلا سيرش بابليك جي بي تي، انا عامل مقرر مثلا لتعلم اللغه الماليزيه او المالاوي، عامل بالنسبة لعملية استخدام الجنريتيف اي اي في الاديوكيشن ككورس بصمم فيه. عندي كورس اخر اسمه كمبيوتر ان اديوكيشن، الحاسوب في التعليم. هو عبارة عن مقرر كامل، بكل بساطة ببعثه لطلابي وبيدخلوا عليه. طلابي مش شرط يكونوا دافعين، لأنه عامل له اياه لهم بابليك. طيب، بروح على كرييت او انشاء بهذه الطريقة. ممتاز جدا. طيب، شو موجود عندي النيل؟ شو اسم المقرر تاعه؟ مثلا كمبيوتر على سبيل المثال. شو التخصصات اللي عندكم صبايا شباب؟ اي حدا بحب يعمل له كورس؟ مين؟ إيه. مثلا لوجيك ديزاين مثلا. اوكي، لوجيك ديزاين. ممتاز، لوجيك ديزاين. ممتاز جدا، ممتاز. اوكي، الان هاي كتبت اسم المقرر. الان انا بامكاني اقوم بعمليه اضافه صوره، مش مشكله، بكتب عمليه وصف مثلا for under graduate students or for graduate. ممتاز، هنا التعليمات موجودة. في نقطة مهمة جدا، أنا بصمم مقرر إلي لطلابي، وبالتالي أنا بإمكاني أقوم بعملية رفع الملفات. بكون عندك مادة، المحتوى، الريسورسز تاعتك، الريسورسز الموثوقة. سابقا من قبل سنة بالضبط كنا دائما نتكلم عن بالنسبه لمصداقيه المعلومات التي نحصل عليها من التشات جي بي تي في ذلك الوقت، كانت 3.5، وهل بالنسبه ممكن يعطينا معلومات مغلوطه، ممكن يعطينا مثلا بالنسبه له يؤدي الى عمليه بسموها الهلوسه الرقميه او الهلوسه الذكاء الاصطناعي. اتعلموا من الاخطاء. فانت كمصمم للكورس بامكاني انا فقط اقوم باجبار النظام الجي بي تي تاعي أنه يأخذ من الملفات الموثوقة أنا اللي أنا بكون بختارها، كأنك أنت بتصمم تشات جي بي تي إلك للكونتكست تاعك للسياق تاعك. هذا ظهر اسم بالنسبة للوجيك ديزاين.
طيب الملفات الموجودة عندي ممكن أرفعها يا صبايا الشباب على شكل ملفات وير، على شكل ملفات بي دي اف، على أي شكل، أي ملفات موجودة عندي. ممكن أنا ما بعرف هذا ملف مشيله لابني، بدي أحطه هنا مثلا أوبن، معلش دكتور حطيته بهذه الطريقة، بعمل عملية رفع. إذا كان موجود عندك مثلا أيضا أبلود مثلا فايل موجودة عندي، ممكن أخذ مثلا بالنسبة لمادة التريننج كجزء مهم جدا كملف باوربوينت. لاحظوا نقطة تحت، أوكي لحين ما يتم الرفع شو موجود عندي هنا نقطة؟ القدرات اللي أنت بدك إياها، وهذا مهم جدا. إذا أنا قمت بعملية تفعيل الويب براوسينج موديل جنريشن ايمج جنريشن، معناته زي ما أنا عامل أيضا بإمكانه أن يأخذ من مين؟ من هذه المعلومات. أو ممكن أن أقوم بعملية إيش؟ التعطيل، فقط يأخذ من الملفات اللي رفعته إياها أنا، وهذا بجبر. وهذا بيني وبينكم مهمة، إذا أنا بدي أقوم بتوليد أسئلة لطلابي وبدي أجبره فقط يقوم بعملية توليد الأسئلة اختيار من متعدد اختيار وصح وخطأ أكمل الفراغ، أجبره أنه فقط يأخذ من ملفات المقررة الموجودة عندي هان. ولكن إذا أنا كنت حابب أن يكون في عندي أنشطة، راح تكون مثلا أعمال جماعية، أعمال تعاون، ممكن أخليه إيش؟ يكون بعملية إيش؟ يأخذ من أيضا المعلومات الموجودة عنده، وأيضا يكون باستخدام الدل لعملية إيش؟ توليد الصور إذا احتاج الطلاب بشكل واضح. إذا كان عندي بالنسبة للتفسير الكودينج، وخاصة بالنسبة للزميل اللي سأل اللوجيك ديزاين، ممكن إنه إيش؟ يحتاجه بهذا الطريق. الآن طبعا بالنسبة لهذا كرييت نيو أكشن، إذا بتحب تكون بعملية إضافة مثلا بالنسبة لبعض التطبيقات الأخرى موجودة عندي، طبعا إذا ما فيش بخليها كما هي بهذه الطريقة. اديشنال سيتنج مهمة جدا، بتكون بالتحكم إنه إيش؟ يوز كونفرزيشن داتا نيو جي بي تي تو امبروف اور مودلز. انت بدك تسمح للتشات جي بي تي انه يستخدم بياناتك انت تحر، هاي كجزء. هذا بنسميها ايش؟ الكونفيجرز بشكل عام. وهنا عمليه ايش؟ الانشاء بامكاني ابدا من ايش؟ لوجيك ديزاين بشكل عام. طيب هاي كجزء موجود عندي. طيب بدي اشوف شو الملفات الموجوده عندي هنا. انا قمت بعمليه الانشاء بشكل كامل. What are مثلا what are the objectives of this course على سبيل المثال، هيك جزء ممكن اعطيني بهذه الطريقه. انا لاني ما بعرف شو بالنسبه لطبيعه المقرر للدكتور، لكن هنا نستطيع ايش؟ توليد. طبعا انا لاحظ اخذ من الملف ملف الكترونيك سيركتس بشكل عام ثيوري، هاي بالنسبه لمعلوماتي بشكل عام موجود عندي. اوكي، وبعد بامكان كانه ايش؟ صار عندي حوار ومناقش موجوده عندي. ممكن اسال عن الاكتيفيتيز. طبعا هذا اخذ من الملف الثاني، لاحظ انتقل للملف الثاني اللي هو طبعا ايش؟ عن التريننج اللي هو المادة بتاعتنا. What are the suggested individual مثلا activities for assignments. الطرح موجود عندك بشكل عام. انا searching my knowledge، الان هو بقوم بعمليه الان خلمي، لان مش كاتب انشطه، خلى الويب براوسينج، هذا كنقطه مهمه جدا. فانا ممكن اكون بعمليه ايش؟ اللوجيك ديزاين ماتيريالز داز نوت، لاحظ مهم جدا لانه طبيعه الايش؟ أنشطة مش موجودة عنده لوجيك ديزاين بشكل عام. دخل في النقاط الموجودة عندي طبعا لأنه طبيعة المقرر تختلف. طيب الآن كيف أنا بدي أخلي الطلاب بالنسبة لعملية ليش الوصول للمقرر تاعي؟ موجود عندي هنا كلمة سيف، أضغط عليها، شو موجود عندي هنا؟ طبعا هاخذ بالنسبة للبروجرامينج أو حصر إيش؟ أي شخص، فقط أنا أونلي مي، اي واحد مع اللينك او ايفري ون، اذا بعمله بابليك بالتالي بيصير بالنسبه لاي شخص عمل عمليه سيرج على تشات جي بي تي بيطلع ايش؟ الكورس تاعك. طبعا بده يكون عندي اني ون وذ ذا لينك بشكل عام، كونفيرم، ابعث اللينك لمين؟ الطلاب بشكل عام
بعث لهم اللينك حتى يكون بعملية ايش؟ موجودة عندي انا هاي اللينك، هاي التخصص الموجود عندي ظهر بشكل عام. وبالتالي بإمكاني هذا يساعدني بشكل كبير جدا، ونفس الشيء بإمكان الطلاب يقوموا برفع الأسايمنتس تاعتهم على شكل ملفات أو على شكل صور، وبإمكاننا أن نقوم بعملية إيش؟ تقييم بالنسبة لأعمال الطلاب اليدوية أو الأعمال اليدوية التي سأتكلم عنها لاحقا. يعطيك العافيه دكتور زهير. عفوا، الله يعافيك. لما نحكي، لما نتكلم احنا عن اني وان اوف ذا لينك، يعني هو قصده باللينك اللي انا راح اشيره مع الطلاب، آه تفهم طبعا ازاي؟ 100%، أنت بتبعث اللينك لطلابك دكتور على واتساب على أي مجموعة. وبالتالي الطلاب بيعملوا اكسس لهذا اللينك، بيشوفوا الخيارات تبع لهذا الجروب كامل. 100%، وكأنك دكتور يعني بدل ما تعمل وصف المقرر تاعك خلينا نقول على بوابة الجامعة وعلى شكل خلينا نقول وصف التقليدي، بإمكانك تعمله مع على GPT، يكون لك صفحة وطلابك يدخلوا يتفاعلوا، لكن بكون أنت نتيجة رفعك لملفاتك والماتيريال تاعت الكورس تاعتك تكون موثوقة. هذه نقطة مهمة جدا، بإمكانك تزيد من قدرة الكورس تاعك من خلال عملية الربط مع مين؟ مع البيانات والداتا الموجودة على تشات جي بي تي. تمام، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك دكتور. هذا طبعا بأكد انه هذه عبارة عن تشات جي بي تي 4، وطبعا بعد فترة انا بامكان ما اكون بعملية استخدامه، يعني ما في عندي اي مشكلة بشكل عام. طيب نيجي للتطبيق الاخر من تطبيقات بالنسبة لتشات جي بي تي في عملية التعليم. انا بالنسبة للكونفرزيشنال بالنسبة للسمرايز الجي بي تي انشاء المقرر الموجودة عندي، هذا التفصيل راح ابعث لكم ملف بشكل كامل. طبعا لاحظ انا عبارة عن ايش؟ تطبيقات اكثر، لان كانت لها متخصصة تتعلق في عملية بالنسبة ل عملية بناء فريم ورك للاي اي ايثكس او الجينيريت. طبعا هناك تطبيقات اخرى بامكاننا نقوم بعملية استخدامها في عملية انتاج المحتوى. لاحظوا نحن لغاية الان نتكلم فقط عن مجال واحد من مجالات استخدام بالنسبه للجنريتيف اي اي، وهو عباره عن ايش؟ الكونتنت كرييشن، اللي هو عباره عن عمليه انشاء المحتوى. في عندي اكثر شيء تطبيق بنستخدمه بشكل كبير جدا لطلاب البكالوريوس لطلاب التكنولوجيا التعليم، وهو استخدام الكانفا. والكانفا فيه امكانيات رهيبه جدا، اكيد كثير من الزملاء استخدموه خاصه في عمليه بالنسبه لتصميم المقررات، في عمليه بالنسبه ل استخدامه في عدة مجالات سواء كان كانفا. أوكي كانفا استوديو موجود أيضا، هو عبارة عن تطبيق موجود عندي، تسجيل الدخول، مسجل الدخول موجود عندي. أنا ما هو حساب الولد مش مشكلة، هاي موجود عندي دخلنا. طبعا في هنا بالنسبة لعدد محدود من خيارات تصميم طبيعة المحتوى الموجود عندي، زائد هذه نقطة مهمة جدا أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الصور وتوليد مقاطع الفيديو بشكل عام. نأخذ على سبيل المثال، نأخذ أي جزء من مثلا موجود عندي بالنسبة للبوستر، البوستر التعليمي أو أي البوستر قط. طبعا البوستر ممكن يكون ثابت وممكن يكون متحرك، لكن فقط اوريكم بالنسبه لادوات الذكاء الاصطناعي الموجوده عندنا. هاي موجوده عندي موجو اي اي. الموجو اي هو عباره عن دمج ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في ايش؟ موقع تصميم المحتوى التعليمي. وبالتالي ما في داعي ان يكون بعمليه ايش؟ البحث على جوجل على الصور. لهذا السبب كنت اتكلم مع الدكتور محمد عن كيف نستطيع دمج ما بين استخدام الجنريتيف اي اي في تدريس العلوم الطبيه او التمريض من خلال استخدام الصور المولده بواسطه الذكاء الاصطناعي. هنا بكون الشقين، شق يتعلق ب ما عمليه تصميم مواد تعليميه، والشق الثاني القيام ببحث علمي عن اثر استخدام الاي اي جنريتد ايمج واستخدامه في تعليم بالنسبه للتمريض على سبيل المثال الصور افضل الممارسات. وهذه نقطه مالها مهمه جدا، ولكن حتى نكون واقعيين انا بيهمني
عملية كتابة البرومتس، بيهمني أنا كتابة بالنسبة للأوامر أو كتابة بالنسبة لصيغة الاستعلام اللي بنسميها برومت انجينيرينج، تصميم أو هندسة بالنسبة للأوامر بشكل عام، فقط تكون بكتابة بالنسبة للجزئية الموجودة عندي أو اختيار صورة، ومن ثم تكون بعملية إيش؟ توليد الموجود بالنسبة للصورة أو بالنسبة لتوليد الفيديو بشكل عام. في عندي تطبيق آخر من التطبيقات الموجودة عندي لها، وهو عبارة عن إيش؟ AI باور بوينت جينيريشن، توليد بالنسبة ما سلايدات الباوربوينت، ولكن هذا طبعا نوعا ما بدائي شوي، بحاجة إنه إيش؟ أن يكون بالنسبة للمصمم أو عضو الهيئة التدريسية بإعادة الصياغة وإعادة التدقيق بشكل كبير جدا. الآن بالنسبة قبل ما أكمل لبقية التطبيقات، لابد أن نعرج نوعا ما عن عملية هندسة الأوامر، وهي جزء مهم جدا. شو المقصود بالنسبة لهندسة الأوامر؟ إني أنا أقوم بجعل الصيغة أو الكتابة اللي أنا بكتبها، الاستعلام تاعي، الأمر تاعي، إنه يكون فعال بحيث إني أحصل على جودة عالية من الاستجابة. بإمكاني أقول له مثلا بالنسبة له، أعطيني مثال عن بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرياضيات. بعطيك إياها إن جنرال. ولكن الأصل إن أقوم بعملية تدريب، وإحنا دائما بنقول نحن نعلم ونتعلم من إيش؟ أدوات الذكاء الاصطناعي. نقوم بتدريبها، نقوم بإعطائها التعليمات، نقوم بإعطائه الشرح الانستراكشن بشكل عام، ثم السياق. أريد أن أقوم بتدريس طلاب الصف الرابع الأساسي العمليات الحسابية الأربعة، أرجو مثلا على تزويدي بأنشطة تفاعلية أو أفكار لأنشطة تفاعلية عن العمليات الحسابية الأربعة بحيث يكون بإتقانها. هنا أنا قمت بتدريبه وأعطائه ما أريد بالضبط. لهذا السبب تصميم بالنسبة له البرومت يجب أن يكون عبارة عن، هي عبارة عن عملية تكرارية، أول مرة بعطيه بشكل عام، المرة الثانية بكون بعملية إيش؟ ترتيب إعادة الصياغة أو إعادة التعديل على المخرجات، وهذه كنقطة مهمة جدا. ممكن يكون كبداية عبارة عن إيش؟ بسيط، لكن مع التقدم أقوم بعملية إيش؟ تحسين الموجودة عندي. ثم بالنسبة بشكل عام بإمكاني أن أقوم بعملية استخدام بعض أدوات الأوبن أي في عملية توليد إيش؟ البرومت. أنت بإمكانك تقوم بسؤال تشات جي بي تي، أعطينا واقترح علي بالنسبة لإيش؟ برومت، حتى أقوم بعمل إيش؟ لتريتشر ريفيو في دراسة التكنو ستريس، أو بالنسبة عملية أفضل مواصفات للوجيك ديزاين بشكل عام كورس. هذه كمان نقاط مهمة جدا، ممكن في النصوص ما بنلاحظها، ولكن عندما نأتي إلى عملية إنتاج الصور راح يكون بالنسبة لتصميم وكتابة البرومت له دور مهم جدا بشكل عام، ويجب أن يكون بشكل إيش؟ واضح وبشكل دقيق حتى يسهل على عملية إيش؟ الوصول لأفضل المخرجات. مهم جدا دائما بكون نستخدم بعض الكلمات المهمة جدا تتعلق ب رايت، إذا أردت كتابة، كلاسيفاي ممكن تصنيف، تلخيص، ترجمة، أوردر، أو أقول له أعمل بروف ريدنج، بحث موجود عندي، هذا النقطة مالها مهمة جدا. البروف ريدنج شيء مهم وشيء أساسي بشكل عام. البروف ريدنج أنت لما تقوم بنشر بحث علمي تبعثيه لشركة، بتبعثيه لمترجم، تبعثيه لشخص ممكن ياخذ 200 او $300 مشان يكون بعمليه البروف ريدنج، وخاصه اذا بتعامل مع شركه. طيب انا ليش ما استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تشات جي بي تي؟ اقول له اعمل بروف ريدنج ماشي، واقول اعمل له في عمليه ايش؟ اعطيكم على سبيل المثال، انا استخدمه بشكل كبير جدا في عمليه ايش؟ التصحيح، وين راح تشات جي بي تي؟ اوكي تشات، انا شوف الصور الموجوده عندي كجزء مهم جدا عندي، شو موجود عندي، شوف شو ما انا كتبت. انا كنت اكون بعملية ايش؟ كنت اكتب في عملية ريفيوينج لبحث معين، واضح؟ ظهرت الصورة عندكم تشات جي بي تي؟ اوكي هاي دكتور. هاي ظهرت، مبينة. اوكي ممتاز. انا كتبت، يعني طبعا انت كمحكم لدك تكون خالي من الاخطاء الموجودة عندي، فقط ريفريز اند كوريكت،
هاي موجود عند النص التعليق، عفوا النص اللي كتبته اياه، وهنا قام بعمليه تعديله. فهذا بكل بس ابسط شيء بامكاننا نستخدم الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقه. نفس الشيء الايميل، نفس الشيء بالنسبه لعمليه ايش كتابه اي رساله بشكل عام. وبالتالي هنا صار الامر الواضح ريفريز اند كوريكت فقط. لو بدي اقول مثلا اعرف ما هي التغييرات التي حدثت، بامكاني اسال ما هي التغييرات الموجوده عندي. فهذه كنقطه ماله مهمه جدا، استطيع استخدامه لعمليه البروف ريدنج. لهذا السبب دائما من افضل استخدامات الشات جي بي تي ان كممارسين في التعليم العالي نعمل في عمليه تصميم المقررات التي تكون دائمه بالنسبه لنا، ومن ثم عمليه البروف ريدنج عمليه الاتصال والتواصل وحتى للابحاث. وبكل سهوله وبساطه ماشي، حتى ابعد عن حالي نسميها عمليه الحرج، اكتب انه بالنسبه له فقط ان اقول لكم انه استخدمه بكل بساطه في عمليه الابحاث العلميه ماشي، لكن بكتب بالنسبه ايش؟ بكتب جنريت، بكتب بالنسبه له انه نوليدجمنت، اني انا في ايش استخدمت شات جي بي تي، ايش استخدمت بالنسبه له شات جي بي تي بشكل عام. اعطيك على مثال موجود عندي، استخدمنا بالنسبه له شات جي بي تي في عمليه ايش؟ عمليه البروف ريدنج، بعثناه لمجله السفير، ما في اي كانت اي ملاحظات لهم. مثلا ليش استخدمت الشات جي بي تي؟ ليش قمت مثلا بعمليه، اسمحوا بس اقوم ب أرض حتى تكون تتأكد، لأن هناك ما زال بعض الأشخاص بعض الزملاء يقول لا إنه ترفض دور النشر. لاحظ هاي البحث موجود عندي، لاحظ شو كتبت، استخدمته وكل منطق، ما في مشكلة عندنا. شو مكتوب هنا صبايا وشباب موجود عندي؟ أنالجمنت، يجب أن تقوم بكتابة أنالجمنت، هذه إجباري. ده أنت مش احنا بنقول البحث العلمي يجب ان يكون عندنا الاخلاقيات، هاي موجوده عندكم للجميع. We would like to express our profound gratitude to chat GPT. Advanced AI، شو استخدمته؟ ها فقط، ما استخدمته في الكتابه، ما استخدمته في توليد الافكار، ولا استخدمته في عمليه ايش التحليل، استخدمته ري رايتنج اند بروف ريدنج اور ريسيرش بيبر. مسموح لي اودي للشركه وفعلها 100 و150 دولار و200 دولار حسب حجم المعلم. بامكاني اوفر ايش 180 دولار، فقط ادفع 20 دولار. بالتالي هذا ما في اي مشكله في عمليه ايش الاستخدام اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي الكوماندز مهمه جدا في عمليه توجيه الذكاء الاصطناعي في عمليه ايش التفاعل. طبعا هنا موجود عندي بالنسبه لمكونات، حتى تكون بس عشان اختصر الموجوده عندي، المكونات الأساسية الوصف، السياق، الانبوت داتا الموجود عندك، شو بدك بالضبط، شو اللي بدك ايش الاوت كومز بشكل عام موجود عندك. طيب هاي النقطة مهمة جدا، نقاط يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي وخاصة تشات جي بي تي 4 في عملية التعليم، في عملية التدريس، في عملية اكتساب الطلاب المهارات. وهذا مهم جدا، لا يكفي أن أقوم بعملية توليد النصوص الموجودة عندي وبالنسبة للأنشطة، لكن يجب أن يكون هناك عملية ملائمة ما بين بالنسبة للمخرجات الموجودة عندي مع معايير بالنسبة لمين؟ International Standards الـ ISTE على سبيل المثال، أو المعايير الأمريكية والبريطانية. هذه نقطة مهمة جدا، التأكد من الجودة والدقة لطبيعة المحتوى حتى وإن كانت صورة. استخدمت الشات جي بي تي 4 في توليد فريم ورك عن الاي اي اثكس ان الاديوكيشن، لكن قبل ما حطيتها في البحث اكتشفت انه كان يستخدم بعض الكلمات الالمانيه. هذا شو بدل على ذلك؟ هناك عنده هلوسه حتى وان كانت النسخه مالها ارتفعت الثمن بشكل عام او غالي. بايس والايثيكال كونسيدريشن. الان بالنسبه للايثيكال كونسيدريشن بشكل عام، الاوبن اي اي حسب التعليمات الموجوده على الموقع تبعهم ما بيقوموا بعمليه جمع بيانات او معلومات عن المستخدمين،
بالإضافة إلى ذلك، أنه إذا استخدمنا ما بتظهر بالنسبة أسماء الأشخاص بشكل عام، وبالتالي هذا ما إيش نقول بين قوسين محفوظة. ولكن عملية التحيز مهمة جدا. تحيز هذا بيكون لك دور أنت مهم جدا. شو المقصود بالتحيز؟ يعني لو جيت سألته مثلا تصميم محتوى تعليمي عن مثلا بالنسبة ثقافة معينة، فهو بأخذ من البيانات المخزنة عنده، حسب طبيعة الشخص المدخل لهذه البيانات ممكن أن يكون هناك تحيز، ممكن يكون هناك نظرة إيجابية أو سلبية، وبالتالي أنا بحاجة إلى عامل إيش مراجعة، ومن ثم عملية التدريب حتى يكون مناسب. عملية استخدام بالنسبة للأهداف التعليمية واستراتيجيات المستخدمة في التعليم مهمة جدا، حتى نكون عارفين ما هي استراتيجيات التدريس المستخدمة فيها. داتا البرايفسي والسيكوريتي مهمة جدا. أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطلب من الشخص أو بالنسبة للمستخدم بشكل عام أن يقوم بعملية التسجيل خاصة في المدفوعة. لكن في عندي نقطة مهمة جدا، خاصة لما تقوم بعملية استخدام الفيزا كارد، هذه نقطة مهمة جدا، يجب أن تتأكد من التطبيق ومن الموقع والشركة المصنعة لهذا المنتج. عملية الاكسسبيليتي والتكنيكال سبورت مهم جدا. إذا قمنا بعملية التصميم للمقرر من استخدام الجي بي تيز، فطيب كيف هذا موجود عندك؟ سهولة الوصول بالنسبة للطلاب لطبيعة المحتوى الموجودة عندي. أيضا عملية الدعم إذا كان منه استفسارات أو ملاحظات. عملية التكلفة مهمة جدا. الشات جي بي تي 4 حوالي $20 شهريا، وهذا ممكن في نوعا ما. الأدوات الأخرى ممكن كمان شوي نتكلم عن أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، ممكن أيضا ممكن تكون $5 أو $6، لكن هذا أيضا تعتبر إيش تكاليف. عملية التقييم والتغذية الراجعة مهمة جدا. السياق، عملية التفاعل، وعملية بالنسبة للتفاعلية وعملية الانخراط في التعليم. طيب الجريدنج فيدباك، جريدنج وعملية بالنسبة لتزويد الطلاب بالتغذية الراجعة، نفس المبدأ الموجود عندي. إذا أنا قمت بعملية استخدام الشات جي بي تي 4 بإمكاني أقوم بتصحيح أوراق الطلاب بشكل عام. هاي موجود عندي بالنسبة لاختبار بسيط جدا من أعمال الطلاب بشكل عام، يتم إدخاله كصورة على الشات جي بي تي، ممكن تكون بعملية تصويره بصورة موجودة عندي. أوكي، ومن ثم عملية إيش؟ بعتقد الموجود الصوم، ثم عملية إيش تقييم جريد بالنسبة لهذا النتيجة بشكل عام، ثم عملية إعطاء تغذية راجعة حتى إذا كانت بالنسبة إيش أعمال يدوية للطلاب بشكل عام. شو يعني أعمال الأدوية والأسايت؟ ممكن بالنسبة للحلول، ممكن بالنسبة لعملية التحليل، بالنسبة للدوائر الكهربائية، التفاعلات الكيميائية، قم بعملية فقط إدخالها على صورة بشكل عام، ومن ثم بطلب منه عملية تيش جريدي فقط عملية استخدام بالنسبة للخط اليدوي. وهنا بيكون بالنسبة للتشات جي بي تي بيكون دقيق جدا في عملية ايش تقييم واعطاء علامة للطالب. انا هنا اعطى الطالب هذا علامة 70 من 100، لكن لما راجعتها كان هو اخذ بالنسبة للستاندرد بشكل عام الطالب له علامة اكثر، ولكن اعطاه تغذية راجعة مالها قوية جدا حتى يكون ايش كل سؤال وكل شكل من الأشكال الموجودة عندي. هذا بيساعدنا إحنا كأعضاء هيئة تدريسية، خاصة لما يكون عندنا عدد طلاب كبير، بيساعدنا في إيش اختصار الوقت والجهد. وبالتالي لما يكون عندي بالنسبة له هاتف النقال تاعي وعندي التطبيق تاعي، بيسهل علي بشكل كبير جدا في عملية التطوير، وفي عملية بالنسبة للتطبيق بشكل عام كيفية الاستفادة منه واستخدامه. أنا بالنسبة في عندي جزئية مهمة جدا أيضا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجريدينج وتضمين بالنسبة للفيدباك، أنه بإمكاننا نقوم بعملية استخدام كلاس بوينت. كلاس بوينت نقطة مهمة جدا. الكلاس بوينت هو أداة بإمكانك تستخدمها مجانيا. خلينا نقوم بعملية أوكي. موجودة عندي هان كتطبيق،
هي عبارة عن كلاس بوينت بإمكانك تقوم به تنزيله على جهازك بشكل عام، موجود عندي هنا. هو بنسميه الانفو سبيك، هاي موجودة بتلاحظ على الباوربوينت. تكون بالنسبة مجموعة من الأسئلة، تقوم بعملية طرحها، تقوم بعملية بناء الاختبارات بشكل كامل. بتساعدك في عملية بالنسبة اختيار مقاطع الفيديو المناسبة. بس أقول لك إياه بعرض من الجهاز الثاني، ما في أي مشكلة عندنا. مجرد ما تكون بعملية تنزيله وتطبيق البرنامج موجود عندي، لاحظوا موجود عندي الآن. أوقف هنا بالنسبة له، لاحظوا هي موجود عندي هنا انفو موجودة عندي كلاس انفو. فقط بس اقوم بعملية، هاي اشتغلت. لاحظ موجودة عندي هنا، بعطيني ايش مجموعة من الاسئلة ومجموعة من الخيارات. يعني انا بامكاني اقوم بصناعة اختبار الكتروني داعم لطبيعة المحتوى الموجود عندي، مع ملاحظة انه هنا بعض الخصائص الموجودة عندي تكون مدفوعة. ليه؟ بالنسبة لاستخدام الفيل ان ذا بلانكس هذا موجود، الاوديو ريكورد ان يقوم انا باضافة بالنسبة له ملفات صوتية مسجلة بشكل عام، وايضا مقاطع الفيديو. ولكن طبعا ممكن ان يقوم بشراء، طبعا بالنسبة رخيص حوالي تقريبا $6 اعتقد في الشهر، ولكن بامكاني اقوم باشتراك لمدة شهر ومن ثم اقوم بعملية تصميم الاختبارات بشكل كامل. بالاضافة الى ذلك انه بامكاني يقوم بيعطاني ايش؟ ايدياز للاختبارات الموجودة عندي، الاختبارات التي تكون قائمة على أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام. وأيضا نفس الشيء بالنسبة يظهر بشكل كبير جدا في مقاطع الفيديو عندما نقوم بعملية إضافة أو تصميم اختبار قائم على الفيديو بشكل عام. طبعا هذا بحاجة لعملية الأبجريد بشكل عام. نتبع بالنسبة للريسيرش، وهذا طبعا أكيد بيهمنا بشكل كبير جدا كأعضاء هيئة تدريسية، لأنه جزء من الأهمية الموجودة تاعتنا بشكل عام أن نقوم بإجراء أبحاث تعليمية من أجل الرانكينج تاع الجامعة بشكل عام، من أجل الترقيات بالنسبة لنا، حتى نقوم بعملية الحصول على ترقيات، حتى نقوم بعملية التعرف على علم جديد بشكل عام. طيب، ما هي مجالات استخدام الجنريتيف اي اي في الريسيرش؟ انا حابب اسمع منكم فقط، اكيد اللي عندكم خبرات، اي حد بحب انه يحكي يفتح المايك يحكي عن تجربته في استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث العلمي بكون شاكر له، لانه هذه نقاط مهمه جدا بالنسبه لنا حتى نكون عارفين شو الإمكانيات التي يمكننا استخدام بالنسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي. أي حدا من الزملاء؟ شكرا لحضرتك دكتور زهير. لو في حد من الحضور الكرام حابب ان هو يتكلم يرفع ايده ونفتح له المايك على طول، دي نقطة نظامية بس فقط لا غير. الدكتور تفضل ابتسام دكتور اتفضلي. ابتسام. السلام عليكم وعليكم السلام. نتعرف يا على حضرتك دكتور. الاول، نعم، نتعرف على حضرتك الاول يا فندم. أنا ابتسام محمد خالد، دكتورة إدارة موارد بشرية، بشتغل في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. أهلا وسهلا دكتورة، أهلا بحضرتك. أهلا حضرتك. أنا بستخدم شات بي تي 3 مش 4، نعم فبطلب منه يعني يعمل لي أبحاث، بس بعمل لي إياها مختصرة، يعني بيعطيني كل العناصر بس هيدلاينز، مش كثير يعني تفصيل بحث معنى بحث. يعني لو قلت نعم اعمل لي بحث بعمل لي إياه، في العناصر الرئيسية، المشكلة، الأهداف، بس مش يعني، لأنه مجانا مش مدفوع يعني، ومش بالتفصيل، بس نوعا ما يعني مش سيء، يعني بيكون زي بداية إني أكمل عليها بنفسي من كبحث. يعني بيعطيني القصة الرئيسية هيدلاينز وأنا أكمل عليها يعني، ويعني بيريحني يعني، مش سيء هو يعني، ممتاز دكتور ابتسام، بيساعدني يعني.
أقرأ. ممتاز. نسبة الرضا عنه يعني، هل أنت راضي مثلا عن النتائج تاعته مثلا؟ سيء بيريحني يعني، يعني مش ممتاز هو، بس يعني نوعا ما أقول عنه جيد، بستخدمه وبكمل عليه يعني، بس بيساعدني يعني في بعض الأشياء، نقاط بكونش عرفتها بلفت انتباهي إلى، في المشكلة وتلخيصها في مقدمة يعني. أنا عادة لما بقول له اكتب لي مقدمة، بعطيني مقدمة كويسة، طبعا هي تجميعية من قاعدة البيانات اللي عنده. شوف في عنده بجمع لي، أنا باخذها برتبها، اوكي ففهمت كيف ممتاز. الفكرة؟ بيساعدني، بيخسر علي وقت في الطباعة، بيخسر علي وقت بعمل إني أعمل سيرش على الجوجل العادي. وكمان نعم في حتى نقطة حلوة كمان، مرات بقول لي أنا بقدرش أعمل، هي عندك روحي على جوجل ابحثي عليه، يعني هو بحد ذاته عارف قدراته، بس بتهيأ لو كان ممتاز مدفوع شات جي بي 4 أو 5 يمكن يكون عنده إمكانيات أكثر. نعم ممتاز جدا، شكرا لك دكتورة. دكتورة عفوا. أنا حكيت عن تجربتها، أنا بركز على نسبة الرضا. الدكتورة استخدمت أنا تشات جي بي تي 3 أو 4، يعني حتى لو جينا لتشات جي بي تي 4 في البحث العلمي مقارنة مع الأدوات الأخرى التي سوف أتحدث عنها لاحقا وبعد قليل، ستكون إمكانياته محدودة جدا، محدودة جدا من حيث الفاعلية، محدودة جدا من حيث التراست، محدودة جدا من حيث بالنسبة لإيش ثقة المعلومات. تفضل دكتور بشير. دكتور نعم، بشير مساء تفضل. الخير. مساء الخير دكتور زهير، شكرا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة يعني القيمة، ولقد تعرفنا فعلا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 100 تطبيق. تجربتي بالنسبة لتشات جي بي تي مع الطلبة في الجامعة، أنا لم أجرب هذا في مجال البحث العلمي، لأني هناك بعض التحفظات في الأوساط الجامعية بالنسبة لتوظيفه في البحث، لكن أنا أستخدمه منذ سنتين، السنة الماضية وهذه السنة للتدريس، يعني حتى نجعل الطلبة يتفاعلون مع المواضيع في المواد التي أدرسها في الجامعة، والتي هي من العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة بالتعليمية بشكل خاص. أنا كلفت الطلبة منذ البداية بتحميل تشات جي بي تي على هواتفهم، ثم ننطلق من سؤال، ثم يقومون الطلبة ب طرح هذا السؤال، يعني روبوت دردشة، يعني ننطلق منه مع الطلبة، ثم نتحصل على إجابات، ثم نفتح المجال للحوار لتصحيح بعض الإجابات أو الاعتماد على بعض الإجابات. وكذلك نقطة أخرى نسأله ربما باللغة العربية، وإذ كان هناك نوع من الاختزال والسطحية في الإجابات، نعتمد صيغة أخرى باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لأن هناك فرق كبير في دردشة لتشات جي بي تي بالنسبة لروبوت دردشة. لو نطرح باللغة العربية نتحصل ربما على معلومات جد مختزلة سطحية، لكن نفس السؤال باللغة الفرنسية أو الإنجليزية نتحصل على إجابات يعني واسعة. نستعمله في مجال التعليم، وأنا سعيد اليوم جدا بفكرة هندسة الأوامر والتعليمات. أستاذ زهير، هذه ما فكرة يعني خليك رائعة تسلم جدا، دكتور. رائعة جدا، يعني كيف يمكن أن نطرح السؤال، لأن هناك بعض الطلبة يقول الأستاذ لا، لم يعطني الإجابة الصحيحة، لماذا لم يعطيك الإجابة الصحيحة؟ أعطني السؤال، أعطني صياغة السؤال، لأن ربما كلمة لا تكون في موقعها بالنسبة لصياغة السؤال لن نتحصل على إجابة سليمة ودقيقة بالنسبة للطلبة، فأعيد صياغة السؤال، أن أتركهم بصياغات خاطئة وغير سليمة، لكن بعد ذلك نلجأ أو نعمد إلى صياغات سليمة. ولقد طرحت بهندسة الأوامر والتعليمات، هذا شيء جميل جدا، ونتمنى أستاذ زهير في المستقبل أن تكون هناك برمجيات يعني أو دليل توجيهي لكيفية طرح الأسئلة على تشات جي بي تي. طبقته مع طلبة الجامعة بالنسبة للتدريس، وطبقته كذلك مع المعلمين، لأنني كذلك أنا أستاذ مكون بمعاهد التكوين بالنسبة للمعلمين ومديري المدارس، كذلك هو جيد. وفي الأخير أنا وصلت إلى ربما هدف، وأن الطلبة أو المديرين أو المعلمين تعرفوا على ما معناه تشات جي بي تي، سواء كان نسخته التقليدية أو نسخته المتقدمة الآن اللي هي تشات جي بي تي 4. بالنسبة للبحث، هناك بعض التخوفات، وإن كانت أنا أرى لا مجال لها، يعني هي فقط تخوفات يمكن التغلب عليها بإطار من خلال وضع أطر يعني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث. أنا أوظفه بكثرة في مجال التعليم والتدريس بالنسبة للطلبة والمديرين. مدى الرضا لدى الفئة
المستهدفة. نعم هناك رضا، لكن أنا أخشى من الاتكالية أكثر. يعني كل سؤال، كل شيء يذهبون إلى تشات جي بي تي ليسألوا، وإنما يجب أن نعمد على الأساسيات المهمة ثم ننتقل في بحث آخر يكون فيه جهد للطلبة وجهد للمعلمين، لأن تشات جي بي تي في حد ذاته تشات معناها دردشة، جي بي تي معناها بحث. لابد أن ننطلق من أرضية أولى حصول على معلومات ثم بعد ذلك ننتقل إلى البحث. يعني شيء جميل أنا جربته فقط في التدريس والتعليم، وسررت اليوم بكل هذه المعلومات يعني القيمة والثرية، وبالفعل يعني كانت تطبيقية وإجرائية. كنا نتعرف على جات جي بي تي سطحيا، تسلم دكتور لكن بشير، اليوم كل الاحترام لاحظنا والتقدير يعني لك، تطبيقات يعني جد. نعم كل شيء واقع واتفق معك. من اجل دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عام، ويجب ان يكون هناك اطار مرجعي لدمج نعم الذكاء الاصطناعي في التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في كمان بالنسبه للبحث العلمي. نعم الاطار لابد منه. الان حاليا العديد من دور النشر بدأت تتقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. أعطيك على سبيل المثال السيفير، أكبر دار نشر وأشهر دار نشر موجود في كافة مجالات البحث العلمي، ولها العديد من المجلات الرصينة، قامت باستحداث ما يسمى سكوبس AI. عندما تحدثت الدكتورة ابتسام عن تجربتها من استخدام تشات جي بي تي 3 في عملية البحث العلمي، انبسطت أنها حصلت على بيانات في سرعة بسيطة جدا، وفر عليها وقت وجهد. ولكن قارن ما بين تشات جي بي تي كأداة، اللي هو عبارة عن نموذج لمعالجة اللغة، وما بين سكوبس اي اي. سكوبس اي اي يتم تدريبه على أبحاث في مجلات السفير، وبالتالي اذا بدي اقارن ما بين الافكتيف وتراست ويثنس والمصداقيه، ادى الى سكوبس اي اي اكثر من تشات جي بي تي في البحث العلمي. فهنا موجود عندي الاتكال. ممكن دكتور، وممكن الاتكال يكون بالنسبه للشخص، يكلف شخص اخر يعمل له البحث ويقول ايش اتكالي ممكن، ولكن احنا توفير الوقت ولزياده الانتاجيه مهمه جدا في استخدام الذكاء الاصطناعي. ما بدي اطول عليكم، في عدم بالنسبه لنا عرض بعض الادوات الذكاء الاصطناعي والمجالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث العلمي. لا اريد ان اسال عن الادوات، وهنا المجالات الموجوده عندي، بس من شان نكون عارفين ما هي بالنسبه لمجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، او عفوا في البحث العلمي. هذه مهمه جدا. الجزء الاول يتعلق بعمليه ايش؟ جنريتد تكست، انه بيساعد الاني سايت، بيساعدني في عمليه الحصول على الليترشر ريفيو من خلال موقع الاني سايت، وموقع موثوق، لانه بعرض لي الابحاث في عمود والميثودولوجي في عمود اخر والباحثين في عمود اخر. هاي كجزء صار عندي خلينا نقول ثقه في النتائج الموجوده عندي. هنا بامكاني استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات النوعيه والكميه، الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف، عفوا الكواليتاتيف باستخدام الاطلس دوت تي اي بشكل عام، باستخدام نقوم ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليه ايش؟ تصوير وعمليه الفيجواليزيشن للنتائج، تحويلها على شكل نموذج، مثل بالنسبه لاي اي باورد ويد كلاودز بول ذا بيبل، اللي هو عباره عن تطبيق ليقوم بعمليه النتائج بحليل، يعني بيكون بعملية وضع على شكل بالنسبة جراف زي كلاود ارت، بروف ريدنج تشات جي بي تي، هاي كان جزء موجود عندي، ريسيرش مانجمنت، إدارة المشاريع، وخاصة عندما نعمل نحن كباحثين في فريق بحثي. صحيح نستخدم جوجل دوكومنتس أو بالنسبة جوجل درايف في عملية المشاركة، ولكن بالنسبة للريسيرش مانجمنت كأداة موجودة عندي مهم جدا حتى تتبع الدكتور بشير شو ماذا عنده عمل عند أبوك. وماذا اشتغل الدكتور محمد وماذا عمل الدكتور زهير. بعطيك التراك تشينجز بشكل كامل وقديش اتاخر. هذا اللي بيهمني انا في اداره البحث العلمي بشكل عام.
أعطيكم مثال من التطبيقات اللي كان ذكرت فيها دكتورة ابتسام وكانت مبسوطة جدا، له استخدام بالنسبة لما يسمى الكونكتد بيبرز. شو الكونكتد بيبرز؟ هذا تطبيق من تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي. أنا بدي أقوم بإجراء بحث، هاي التطبيق بسيط جدا ومجاني ومجاني. بدي أخذ مثلا، نأخذ عن الـ AI literacy، بحث هذا موضوع المجال تحت بتاعي أنا، بحثي على سبيل المثال ثقافة الـ AI كيف بشكل عام فقط، وبعمل عملية بيلد جراف. شو موجود عندي؟ شو المجال الموجود عندي؟ بس ابعد شوية، هنا موجود يعني. أولا أجل صبايا والشباب عندي هنا عمود، هاي الواجهة الموجودة عندي، هنا عبارة عن الأورجينال بيبر، هاي الموجودة عندي، هاي موجودة، هذا شو موجود عندي. باجي للثانية، شو الكونسبتشوالايز، شو هنا وكذا. هذه البيبر الأصلية اللي أجت للتعريف و استخدامها في التعريف، عملها جراف. شو الجراف هذا موجود؟ هذا شكل يتكون من عدة خصائص، شكل عبارة عن دوائر صغيرة وكبيرة، هل كيف بنفسرها؟ شكل عبارة عن دوائر ألوان باهتة وغامقة، ممتاز جدا. أغلى صور، عفوا، صور كرة صغيرة وكرة كبيرة، نفسر هاي المقصود فيها. هنا أعطاني جميع البيبرز الكونكتد المرتبطة مع الـ AI literacy، ذكاء، كفاءة، أو عفوا ثقافة الـ AI. طيب شو المقصود بالكرة الصغيرة أو الدائرة الصغيرة؟ الدائرة الصغيرة المقصود فيها عدد الاستشهادات، كل ما كانت صغيرة يكون على الاستشهادات قليلة، وكل ما كانت كبيرة يكون عدد السايتيشن 42 لهذه. طيب هذه أكبر 114، طيب هذه 370. أعطانا، صرنا ندخل صبايا والشباب في شيء في البحث العلمي وأخلاقيات البحث العلمي، المصداقية. أنت بدك تكتب بحث، بدك معتمد على، خلينا، أسس قوية واثقان في النتائج الموجودة عندك، هاي موجودة عندي. هذه البيبرز اسمها، عفوا، What is AI literacy؟ ما هي عارف المؤلف؟ وعامل وين منشورة؟ وعامل كم لها سايتيشن واثقان منه؟ هذه نفس الشيء، 26 سايتيشن، ماشي؟ ولكن نيجي للتفسير الثاني. في عندي كرات أو دوائر غامقة ودوائر صور باهتة. الباهت اللون قليل بنسميه قديم، ولكن الغامق حديثي، 23، هيو 2023، هذه كم؟ 2020. لاحظ قارن، اعتبر حسب البيانات اللي عنده 2020 اعتبرها قديمة في هذا العلم الحديث، 23 حديثي. إذا هذا أعطاني موجود بالنسبة لإيش؟ البيبرز المتراك، وكأنه أعطاني literature review صورية، صور لي الدراسات التي قامت بإجراء أبحاث عن الـ AI literacy والترابط بينها. هاي واحد. اثنين، في عندي هنا prior works، أعمال سابقة وأعمال مشتقة، مهمة جدا. شو في كان أبحاث سابقة لها علاقة بالـ AI literacy، هاي موجودة عندي 2019 وما إلى ذلك، واضح؟ طيب بناء مشتقة، ديريفيتيف ويرك مشتقة من الجديد، متى؟ 2023، مهم جدا. إذا هنا صبايا أعطاني كملخص وجه أستطيع الانطلاق، أستطيع الانطلاق لتحديد الريسيرش جاب، لكتابة الريسيرش كويستشنز، مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا بشكل عام كباحثين. اللغة الإنجليزية ليس لغتنا الرسمية ولا اللغة النيتف، وبالتالي نعاني من كتابة الـ literature review. هذا سهل علي بشكل عام، بكل بساطة أستطيع الذهاب إلى مين؟ إلى هذا التطبيق الموجود عندي وأخذ كأفكار. طيب شو موجود عندي هنا؟ شو موجود عندي بالنسبة للفلترز؟ أعطيني بإمكان، أعطيني فلترز ليست، أعطيني بالنسبة PDF open access code available، مهم جدا.
بيست فيو شو بيعطيني بالنسبه له كل الابحاث على شكل ايش؟ بحث مؤلفون السنه السايتيشن المراجع اللي ايش بالنسبه للعلاقه بالسيميلاريتي التشابه، هذا مهم جدا استطيع الاستفاده منه في عمليه توليد الافكار بشكل عام. الصبايا شباب هاي البحث موجود اخذ هنا، هاي اعطاني بالنسبه لهذا البحث الملخص تاعه اللي هي بالنسبه ليش ملخص بشكل عام، صارت ايش عمليه تخزين عمليه السيل، اداه طبعا يحتاج الى تسجيل. طيب اداه اخرى موجوده عندي من هذه ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنستخدمها في البحث العلمي، هاي كونكتد بيبر. عندي اكثر شيء مشهور السيرش رابت، لاحظ شو الفرق الموجود عندي، نفس المبدا شو بالنسبه للفيجواليزيشن مهمه جدا، ولكن في فرق، كان هناك دوائر بدون اسماء المؤلفين هنا ضافه، نشوف موجود عندي هان، هذا بيساعدنا ابحاث طلاب الدكتوراه طلاب الماجستير احنا كباحثين بشكل عام، هاي موجود عندي. انا بحثت هنا البحث الثاني دكتور محمد عن التكنو ستريس، شوف السيميلر ويرك تاعه 1500 الريفرنسز في هذا موجود وهكذا، ولكن انا اقوم بعمليه بناء يسمى بالنسبه للسايتيشن بشكل عام. شوف لنا مثلا ناخذ الاي اي موجود عند عمل عملية بحث موجود all subject test بدأ موجود عندي، أنا صار إيش بإمكاني أقوم بعملية الإضافة إيش add to collection وهكذا، حتى أقوم بعملية visualization الموجودة عندي حتى نقوم بعملية إيش الإضافات. هذه كنقاط مهمة جدا بالنسبة لنا تساعدنا في عملية إيش التطبيق، إن كنت عملية الربط مع الكونتنت الخارجي بشكل عام. أنا بكون بإمكاني من خلال هذه التطبيقات توفر علي الوقت والجهد. طيب، وين كمان في عندي بإمكاني أوفر وقت وجهد أكبر؟ وقت وجهد أكبر راح يكون عندي في الإلسايت، الإلسايت أيضا مجان. الإلسايت موجود عندي. هذا بيعطيني بعمل لي إيش؟ ملخص. AI أخذت موجود عندي مهمة جدا، هاي موجود عندي ملخص لبيبرز بشكل عام، ولكن هنا موجود عندي شو موجود هنا؟ هنا بإمكاني أكون بإضافة إيش كولوم، شو موجود الكولوم السمري من فايندينج، شو الميثودولوجي اللي بدي إياها، شو طبيعة الانترفينشن، وهل بدي في انترفينشن بشكل عام، شو موجود عندي، شو الاوت كومز، شو الليميتيشنز. من هنا بامكاني ابدا في عمليه توليد الليترشر ريفيو الموجوده عندي. وطبعا اذا بحب اخذ بالنسبه لا باخذ هاي الملخص بشكل عام، اعمل لي ايش ملخص موجود عندي، اعمل لي بالنسبه للدي او اي بعطيني اياه السيمانتيك سكولر وما الى ذلك حتى اتاكد. استخدام مثل هذه الادوات يعطينا مصداقية أكثر للاعتماد عليها في عملية البحث العلمي. أنا آسف لأنه مسألة لأنه شغلات كثيرة موجودة كلها محصورة في خلينا نقول ساعة، ولكن كل تطبيق من هذا وعلى فكرة هذه التطبيقات لا تحتاج إلى تدريب، فقط عملية أنت التجربة تدخل وتشوف شو بدك إياه بالضبط حتى تقوم ببناء البحث تاعك بشكل عام. إيه موجود عند السايت جرينكا. طيب أنا عملت البحث، اشتغلنا على البحث كأشخاص موجودين بشكل عام، كتبنا البحث وخلصنا بشكل عام، هذه منصة موجودة عندي. شوف المنصة قبل ما ادخل عليها تعطيني بروف ريدنج، بإمكاني أعمل بروف ريدنج، انتهى مشكلة اللغة في العلوم الإنسانية. يعني احنا كثير دائما بنقول ان العلوم الإنسانية ما بنعرفش نكتب بالإنجليزي، ومشكلتنا لأن احنا مخلصين باللغة العربية، الماجستير والدكتوراه تاعتي من كانت باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، ونسبة كبيرة جدا من دور النشر تكون باللغة الإنجليزية. انتهى فقط عملية الترجمة بكل بساطة، تيجي تعمل عملية بروف ريدنج هاي كجزء
عملية كتابة التقرير بالنسبة للبحث تاعك، السايتيشن، فحص الانتكست سايتيشن مع الريفرنسز والعكس، يعني إذا كانت الريفرنسز موجودة وما فيش انتكست سايتيشن بقول لك تعال هذا المرجع في الريفرنسز ما إله في الانتكست سايتيشن، عيد، أو موجود في الانتكست ومش موجود في الريفرنسز. كشف بالنسبة بلاجيريزم تشيكر أو بنسميه بين قوسين التشابه، نفحص لك إياها هذا التطبيق. وأهم نقطة موجودة عندي جورنال فايندر، بقترح عليك مجلات، بقترح عليك مجلات بإمكانك تنزله على شكل مايكروسوفت ويب أدز إن أو بلاج إن. هاي ترينكا نضغط عليها بهذه الطريقة. أوكي. ممكن في اوكي مش مشكلة بطلعها من هنا، بطلعها ترينكا. ترينكا اوكي، هاي ترينكا موجودة عندي، لا التطبيق موجود عندي لوج ان بكل بساطة. هاي التطبيقات الموجودة عندي بروف ريدنج، بلاجيرزم تشيكر، بابليكيشن ريدنس تشيكر وهكذا. بيمكن حاس هل البحث تاعك جاهز لجاهزية البحث للنشر لا لا؟ هذا كان نقاط مهمة جدا بإمكانك إيش الاستفادة منه. طبعا بإمكانك تدخل طبعا التسجيل حسب طبعا مجاني، في بعض الخدمات تكون مدفوعة بشكل عام مهمة جدا. عندي كمان موجود هان ترينكا. طبعا المراحل البحث العلمي معروفة كيف نقوم بعملية الاستخدام كجزء نظري، يعني معروف كيف أنا بدي أعرف النشر في أداة للذكاء الاصطناعي استخدم في البحث، أفهم شو طبيعة عملها، أقوم بتجربتها واستخدامها، أقوم معرفة بالنسبة للأخلاقيات النتائج البحث العلمي تاعتها مناسبة، ومن ثم عملية إيش تقييم المخرجات تاعتها، الأكيورسي تاعتها، الكواليتي تاعتها. ثم بنستخدم ممكن في عملية البريبريشن تكلمت عنها الدكتورة ابتسام، عملية توليد الأفكار، عملية الداتا أناليسيز، بالنسبة لعملية الديسكشن، عملية البروف ريدنج. ولكن أنا بشكل عام لا أنصحكم باستخدام التشات جي بي تي في البحث العلمي سوى لعملية البروف ريدنج. طبعا هذا بالنسبة لبعض المعايير المتعلقة اللي تكلم عنها الدكتور بشار أعتقد أو بشير، هي انه احسن ممكن يؤدي ايش؟ فقدان الابداعيه، الاعتماد بشكل كبير جدا على ادوات الذكاء الاصطناعي، انخاء بالنسبه لعمليه التشيكا والتشابه، ممكن تكون مشكله ثانيه بالنسبه للاوثر شيب، عمليه بالنسبه للمؤلفين، عمليه السيرفيسز الموجوده عندي اللي اخر جزء موجود عندي اللي هي الهايبر رايت. الهايبر رايت يا جماعه الخير هي عباره عن منصه، عبارة عن منصة تحتوي على أكثر من 100 تطبيق للذكاء الاصطناعي ماشي، ونستطيع استخدامها في شتى المجالات. موجودة عندي هذا كتطبيقات Discover More، هاي موجودة عندي Next، يعني لاحظوا التطبيق كل الأدوات، الأدوات البوست، البيرسونال أسيستنت برومبت، إعادة صياغة الويرس، الهايبوثيسز، تحسين الخط، عملية بالنسبة لتقليد الخطوط، عملية بالنسبة للتي دي ال جنريتر اللي هي تو لونج، ديسكشن كوماند، كيمستري اسيستنت، الإعلانات، الأدفايزر كارير اللي هو بالنسبة لناصح الوظائف، عملية التقييم بالنسبة للكتابة، كتابة القصص، عملية الفيديو هوك جنريتر توليد الفيديو، الأوتو بلوجين كلها عملية إيش كتابة، ريفلكتيف إيسيم، كل هذا أدوات. يعني بطلنا نشتغل شيء الطالب فقط يكون عارف، ولسه نيكس بتروح له كمان الاي اي تيوتر، كود جنريتر، توتوريال سمرايزر، إيسيم ماستر، كل هذه أدوات بإمكان استخدامها في عملية تقديم الخدمات التي يقصد بها بالنسبة للطلاب بشكل عام، بالنسبة للخدمات التي نستطيع الوصول منها من خلال كتابة جراند فاند
لو حصل انك تكتب الجراند، وخاصه اعضاء الهيئه التدريسيه في الجامعات، نكتب لازم يكتب جرانت، لازم يحصل على انترناشونال جرانت، مهم جدا. فهذا موجود هان، بامكانك ايش تعطيه المعلومات، ومن ثم بعطيك ايش الملخص، بعطيك طبعا بالنسبه للجرانت معين، انت بتكون بعمليه ايش التعديل بشكل عام. اعطي هذا بالنسبه اعتقد، وهيك تقريبا ايش انتبهنا انتهينا. طبعا انا سريع جدا، كل الشكر والتقدير لكم لحضوركم. أنا جاهز بالنسبة للأي أسئلة واستفسارات. كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور زهير على تعبك معانا ويعني مجهودك الكبير، ودايما سباق بكل حاجه تكنولوجيا حديثه، يعني انا متعود من حضرتك بكل حاجه اب تو ديت، يعني الله ربنا يجزيك يخليك كل خير. تسلم. هناخد في الاول الشات اللي الاسئله اللي موجوده في الشات بالترتيب كده، وبعد كده ننتقل للاسئله اللي، ماشي، ما في أي مشكلة، عندنا لان وقت كان في كافي بعض الناس للأسئلة. سالت بعض الاسئله وقلت لهم انتظروا عشان ما يبقاش ان احنا فوتناهم. نعم. نارميا، خلينا نبدأ منين الأسئلة؟ أنا بدأت، هل يمكننا الحصول على تسجيل المحاضرة بعد نهايتها؟ المحاضرة مسجلة وموجودة على قناة اليوتيوب، احنا نشرنا اللينك بتاعها. تمام. الموقع مجاني، الشات جي بي تي أظن حضرتك الدكتور قال إن هو الموقع مجاني لغاية 3.5، أمال الفور بفلوس ب 20 دولار في الشهر. نعم. confirm the speaker language. هل ممكن استخدام الطريقة ذاتها في أعمال تقييم البحوث اللي هي إن هو بتاع الشات جي بي تي، وهل يعتبر هذا تصرف أخلاقي؟ ممتاز، شكرا لك دكتور صالح. صالح أولا صح؟ نعم دكتور صالح سعيد، أوكي. هل يمكن استخدام الطريقة ذاتها في أعمال تقييم البحوث؟ نعم. الآن نقطة مهمة جدا، أنت كشخص كمقيم ريفيور، ماشي، المجلة بعثت لك باحث معين وأعطتك الروبريك تاعتها، أنت ممكن تسأل تشات جي بي تي بناء على هذا الروبريك، على هذا الجدول قم بعملية تقييم البحث. الآن أنت تقوم بعملية تقييم البحث، نقطة مهمة جدا. أولا يعني هو راح يعطيك تقييم دقيق جدا، يعني راح يعطيك إياه تفصيلي، يعني ممكن في النهاية البحث، ماشي، ممكن يقول لك إنه لا يصلح بشكل كامل. الآن بالنسبة لعملية أخلاقية وتصرف غير أخلاقي، هذه نقطة مهمة جدا. إحنا أهم شيء إذا أنت كباحث أو أنا كريفيور، ماشي، عندما اقوم باستخدام تشات جي بي تي في عمليه التقييم، اولا مش راح يركز على الكونتكست، وبالتالي دكتور صالح هو يروح ياخذ كاطار عام. في هذه الحاله بنظلم الشخص، نظلم الباحث. اذا انا بدي اعتمد فقط على تشات جي بي تي في عمليه التقييم، كان بامكان المجله تبعث لتشات جي بي تي تعمل عمليه ايش؟ اي اي، خلينا نسميه ايش؟ ريفيور. ولكن هذا ايش؟ بده يكون السياق غير موجود. وبالتالي احنا ما بنستخدمه في عملية تقييم الأبحاث. حتى تقييم أعمال الطلاب الكتابية بعد ما يخلص بعمله عملية برينت، وبشوف وين ما يكون المنطقي، وين شيء نقاط مهمة جدا، بقوم بعمل اعتمادها، وبقوم بعملية تعديل العلم. ولكن بالسهل احنا بنستخدم الشات جي بي تي وأدوات هذه في عملية التدقيق اللغوي أكثر. الجزء الثاني، عملية التصرف الأخلاقي لعملية الأبحاث أو عملية الكتابة، الكثير من دور النشر الآن تسمح باستخدام بالنسبة للذكاء الاصطناعي في عملية بالنسبة لمين؟ للأبحاث. ولكن بشرط، يجب أن يتم الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف استخدمته، إما في الميثودولوجي وإما بالنسبة في عملية إيش؟ في عملية الأنالجمنت. بالنسبة لي أنا مع أشخاص قمنا بعمل بحث من خلال التشات جي بي تي 3.5 ولاحقا 4، طبعا الفكره كانت من البحث عمليه النقد، ولدنا 4 ابحاث من التشات جي بي تي 4 واعطاناهم للريفيورز، وقلنا لهم قوموا بعمليه تقييم الاداء، هل هذا كتاب التشات جي بي تي؟ شو الخلل الموجود فيه؟ كان طبعا ايش دراسه نقديه، وطبعا الحمد لله تم نشره في مجله كيو 1، وطبعا في مدى اعتقد انها في الميديكال اديوكيشن، مجله جي ام اي ار، امباكت فاكتور على حوالي 3.5.
قلت لك سكوبس اي اي يقوم بالسماح باستخدامه في عملية البحث العلمي، ولكن في عملية توليد الأفكار، ويجب أن يتم الإشارة إلى ذلك. أتمنى أن أكون أجبت سؤالك دكتور صالح. شكرا لحضرتك دكتور زهير. في حد بيقول كيف الدكتورة لمياء بتقول كيف توثيق الشات جي بي تي في البحث العلمي؟ أظن حضرتك كيف؟ جاوبت عنه كيف يتم توثيق الشات جي بي تي في البحث العلمي. حضرتك أظن أجابت عنها في البحث لما شرحت الأكنولجمنت اللي حطيتها في البحث. نعم في نعم الآن لنفترض نرجع للمثال اللي حكته الدكتورة ابتسام، إن انكتبت مثلا على سبيل المثال، كتبت إني أنا قمت باستخدام الذكاء الاصطناعي في توليد أسئلة البحث. توليد أسئلة البحث، إذا أنا جيت سألت البحث الشات جي بي تي، أنا عندي مشكلة البحث عدم بالنسبة استخدام مثلا، أو عدم وعي أعضاء الهيئة التدريسية باستخدام الجنريتيف اي اي في التعليم الجامعي. أول لي 5 أسئلة في أسئلة بحثية راح يكون لك إياها، ولكن الأصل فيه أنا كباحث أرجع إلى مين؟ أرجع بالنسبة لمراجعة هذه النقاط الموجودة عندي، مراجعة هذه الأسئلة ووضعها في السياق. أنا بس بدي أبعث أعرض لكم شاشة التعليمات الـ AI ماشي في عملية استخدام بالنسبة للبحث العلمي. أوكي. أعتقد أنه موجود الآن. السياسة موجودة وواضحة، يقول لك يستطيع استخدامه في كافة المراحل، ولكن يجب أن يتم الإشارة إلى وين تم استخدامه. أي سؤال ثاني أو استفسار؟ دكتور، بما أنها تم إجازة الاستناد لهذه التطبيقات، هل يوجد ميثاق أخلاقي للتعامل مع هذه التطبيقات في التعليم والبحث العلمي؟ هذا سؤال مهم جدا جدا. جدا جدا. قبل يومين، لا ليش، أمس كنا في الجامعة، أنا عضو في هيئة التطوير بالنسبة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم في جامعة النجاح الوطنية، وحتى نبدأ بعملية التدريب، فقلنا لا لازم يكون هناك ريجوليشنز، لأنه راح نلاقي مثل هذه الأسئلة. بالنسبة أولا، إذا جينا لا نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي، ما فيش شيء نسبة معتمدة بصراحة. أقول لك ما بقدر أقول لك إنه والله استخدم 6%، ليش؟ التيرن إن في الـ AI ديتكشن بين 1 إلى 20% بعلمها بستار. شو يعني بعلمها بستار؟ لها معنى هذه. ستار إنها بتكون بوزيتيف أو نيجاتيف. شو يعني معناته بوزيتيف؟ بوزيتيف إنه لايكلي هيومن رايتنج، نيجاتيف لايكلي اي ار رايتنج. طيب شو الموجود عندي؟ مش متاكدين. وبالتالي هذه النقطه بالذات بعض الجامعات وبعض المؤسسات بدات بتعطيل ديسابل ده في جاز اوف 10 ان اي اي ديتكشن، بدات في تعليق لانه صار مشاكل. احنا مش عارفين هل انه هذا كتابي، لانه عملية التدقيق الموجود كل جملتين ثلاثة بيكون عارف إن هل هي متتابعة ولا لا. يعني بإمكانك أنت تكون بتوليد بحث كامل وتيجي تكون بعملية إجراء التعديلات والتغييرات، طبعا عمل غير أخلاقي لأنك أنت ما قمت بإجراء البحث بشكل عام، ولكن موجود عند قمت أنت فقط بعملية التعديل. فلغاية الآن في نقاش بصراحة، أقول لك الإيثكس لغاية الآن مش موجود. الإيثكس الموجودة حاليا للمطورين، بس مش موجود ايثكس إلنا كمستخدمين. استخدامه في التعليم في عملية الكونتنت كرييشن، إنتاج المحتوى، أعتقد ما في مشكلة. بس في عنا مشكلة بصراحة، أقول لك الفصل الماضي بسبب الظروف الموجودة عنا كانت الاختبارات الإلكترونية، أو كان في اختراق بالنسبة لأسئلة إنشائية. أنا اكتشفت في إحدى الامتحانات أن الطالبات اللي جابت في الشات جي بي تي، لانه طبيعه الاجابه مكتوبه نفسه، عامله كوبي وبيست. انت لما تقول للتشات جي بي تي اكتب لي مثلا الاجابه لهذا السؤال، بقول لك حسنا الاجابه كما يلي، هي عامله نسخ وايش؟ كوبي وبيست، نسخ ولصق.
طيب انا ما في تعليمات انه شو بده يكون في مصير هذا الطالب، فكانت في النهايه فقط انه علامه السؤال هذا تكون صفر، هذا كنقطه موجوده في الاساينمنت. ولكن ما دام احنا بدنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم، في عندنا نقطتين مهمات جدا بدها تتغير. النقطه الاولى تتعلق بطرق الاسسمنت، راح تكون مختلفه، هذا حتى نكون واقعيين، ما بيمشي نكون بعمليه الاختبارات تكون لها بالطرق التقليديه الموجوده عندي. والنقطة الثانية موجودة عندي عملية الاستراتيجيات التعلم أيضا تكون مختلفة. متى سأقوم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التوليد في التعليم؟ إحنا معروف بشكل عام إذا بدنا نستخدم التكنولوجيا توفر 3 شروط: تحقيق أهداف محددة، لا نستطيع تحقيقها بدون استخدام التكنولوجيا، لفئة محددة وخلال فترة زمنية محددة. وهذا ينطبق على الـ AI. إذا أنا بدي أقوم باستخدام الـ Generative AI في التعليم، طبعا ما بنقدر كنا بدنا نستخدمه، لانه الشيء صار موجود اجباري، مثل الزوم في فتره كورونا، مثل اي تكنولوجيا، وجد ليستمر، وجد ليتطور، وليس وجد لان ايش نتركه. وبالتالي مقابل ذلك لابد ان نقوم بتطوير استراتيجيات التعلم، متى سنقوم باستخدام ما دوره، لابد ان نقوم باستخدام ادوات تقويم مختلفه عن ادوات التقويم التقليديه. لهذا السبب يطلب مني اني انا في اي مقرر الي يجب ان اكون بعمليه تطوير سياسه استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليه ايش؟ في التعليم. انا بالنسبه لي بستخدم، عندي حاطط سياسه خاصه فيه، خاصه في المقررات تاعتي تتعلق بالنسبه لمين؟ اعرض مثلا بالنسبه لسياسة معينه وبعملها عمليه مشاركه لاي موجود عندي، موجود بالنسبه له وصف مقرر. هي موجودة عندي هنا. شو السياسة الموجودة عندي؟ سياسة الموجودة للاستخدام باستخدام عملية ايش؟ شير موجودة عندي. آه أنا ما فيش شيء. طيب. حضرتك مش عامل شير يا دكتور. أوكي. آه لا أنا موجود شوي. دقيقة بس تحملنا دكتور. لأنه هذه نقطة مهمة، هذه من الله يبارك أساسيات فيك. بصراحة. من أساسيات استخدام بالنسبة لمين؟ لا الذكاء الاصطناعي ودمجه في التعليم. اذا احنا ما قمنا بتطوير، لان الطلاب رايحين يستخدموا، بصراحه اقول لكم يا الطلاب قلت اه ولا لا، راح يستخدم الذكاء الاصطناعي شئنا ما بينا. ولكن مقابل ذلك انا بحاجه اني ايش؟ اعرف طلابي انه استخدمه، مش يضحك علي، استخدمه وروح زي ما بدك، انت حر، ولكن يجب ان يكون في عندي سياسه واضحه. السياسه هي موجوده، هاي موجود عندي، هاي موجود عندي كمقرر بشكل عام. تمام، واضحة. أوكي. هاي السياسة موجودة عندي، أبدأ من الألف إلى الياء موجودة عندي. توجيه كلمات استخدم في التوليد، استخدم في إنتاج الصور، استخدم في التصميم، مجالات التوظيف تحت كاتب لي أنت بإمكانك تستخدم بشكل عام. عملية التوثيق لازم تكتب لي منين، اي اداه بدك تستخدمها استخدمها، توليد الصور والفيديوهات مهم جدا، اكتب لي البرومت اللي انت استخدمته حتى اكون عارف ومتاكد انه كان بالاستخدام. فهذا ممكن تكون سياسي، انا سياسه المقرر موجوده عندي، وبالتالي هذا جزء مهم جدا، لازم توفر سياسه واضحه حتى نكون بعمليه ايش؟ دمجه في عمليه التعليم ودمجه في الذكاء في البحث العلمي بشكل عام. هو انا ممكن اضيف اضافه صغيره يا دكتور. تفضل. هو الاي اي انا بظن ان هو تكنولوجيا حديثه جدا، وهو توجه موجود حاليا. احنا اللي بنحدد مدى يعني الجوده اللي هناخدها من الجانب ده، ومدى الحاجات السيئه اللي هناخدها منه. زي ما حضرتك قلت، الكونكت بيبر دي، الكونكت بيبر لما انا اصلا لما اجي ادخل عن جوجل سكولر وادور على الابحاث بتاعتي، لما الاقي الكونكت بيبر بيطلعها لي في ثواني، في سهوله، في وضوح، في اختصار لبعض النقاط المهمه ليا في البحث، بدل ما اقعد اقرا البحث لمده ساعتين ثلاثه، الاقي الملخص بتاعه الكونكلوجن بتاعه اهم، يبقى انا نعم وصلت، بختصر وقت الباحث. بنظر لها من وجهه نظر ده، امال ان انا اسرق المعلومه كامله واحطها زي ما هي ومحدش هيدقق ورايا، دي حاجه تانية اسمها اخلاقيات البحث العلمي او اخلاقيات العلمي. نعم ده اللي ادى لحاجه زي التيرنت ان طلعت ايام زمان. نعم تمام. 100%. الدكتور صالح كان بيطلب ان هو يتواصل مع حضرتك مباشره على الميل. اوكي، ما في الايميل تاعي.
الايميل تاعي للجميع بامكاني احطه هان، ومكتوب هان على فكره. من حضرتك تبعته كمان على الباوربوينت لما تبعته لي. اوكي، هاي الايميل تاعي، ما في شيء مشكله، موجوده عندي. تمام. اوكي، هي في الشات، انا دكتور حطيته في زهير، في الشات. إمكانية لو سمحت، في إمكانية ملف السياسات تبعت لنا إياه حتى نستعين فيه برضه للطلاب اكيد اكيد 100% على ببعث الشات لك كل اياه، الشباب؟ 100% خلاص، هو كل 100%. الحضور، كل الحضور الكرام اللي مسجلين معانا، أنا هنطلع فورمة دلوقتي بالنسبة ليهم لتقييم الورشة إن شاء الله، وبعد تقييم الورشة كل اللي سجلوا معانا في تقييم الورشة هاخد الإيميلات بتاعتهم وآخد الملفات اللي دكتور زهير هيديها لي ونبعتها لهم إن شاء الله. ان شاء الله. نعم، اوكي، خلينا نشوف بقية الأسئلة في موجودة عندكم. في حد بيسأل هل هناك تطبيقات تدعم اللغة العربية؟ في الكلاس بوينت تدعم اللغة العربية، معظم التطبيقات الموجودة حاليا تدعم اللغة العربية، هذه تجارية وجدت ولكن حتى نكون واقعيين، بالنسبة للتشات جي بي تي حكم اعتقد الدكتور بشير، فبالنسبة لعملية استجابة نتائج باللغة العربية تكون بطيئة أو ضعيفة، أنا أتفق معه. السبب في ذلك أنه تم تدريبه على بيانات باللغة الإنجليزية، بالتالي هو يقوم بعملية الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية من شان يفهم، ومن ثم اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، لهذا السبب نشعر أنه بطيء وأحيانا الجودة تكون منخفضة. هذا السبب صراحة نقطة أخرى تسجل علينا أنه إيش ضعف اللغة العربية في هذه الأدوات بشكل عام، وهذا للأسف الشديد. يعني نقاط حتى نكون واقعيين، أحيانا إذا بتكون بعض المصطلحات وخاصة المصطلحات الطبية إذا كانت باللغة العربية ممكن إيش تكون خربطة في عملية الترجمة ولا تكون دقيقة، ولكن إحنا يعني نتكلم، خلينا نكون نستفيد منه، نعلم طلابنا كيف يستخدموه. إحنا كأعضاء هيئة تدريسية، طلاب دكتوراه، أعضاء هيئة تدريسية، دكتوراه، باحثين، نحاول الاستفادة منه، لأنه شئنا ما بين التطور راح يكون مستمر، شئنا ما بين الوظائف في المستقبل راح يكون فيها شرط أساسي أن يتقن استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل البزنس، في مجال التعليم، في مجال البحث العلمي، يستطيع له القدرة على التعاون مع هذه التفاعل مع هذه الأدوات بشكل عام. تمام دكتور. في حد كان بيسأل من الطلبة بيقول هل ممكن حضرتك ترشح لي تطبيقات ذكاء اصطناعي تساعدني في دراستي كطالبة؟ ايش بالضبط في شو مجالك بدك اياه، في ايش في الاستخدام؟ يعني هل مجال اجراء التدريب التعليمي. البحث دراسي تجريبي اكسبيرمنتال، يعني بدك التطبيق التطبيقي للطلاب، ولا في كتابه البحث؟ حددي له، ما في ملان تطبيقات، ما في اي مشكله. شو اللي بدك اياه بالضبط دك مريم؟ انا جاهز بالنسبه لي. تمام، احنا عندنا الدكتور بشير رافع ايده، تفضل دكتور بشير. تفضل دكتور بشير. نعم، شكرا جزيلا دكتور زهير. بالنسبة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، لقد تم إنشاء لجنة دولية لضمان أمان استخدامات الذكاء الاصطناعي في 2023، وأعطت تقريرها النهائي في نهاية 2023، وأعطت خريطة الطريق للتعامل مع الذكاء الاصطناعي واستعمالاته خاصة في مجال التعليم. واحتوى هذا التقرير على حوالي على 8 موجهات أخلاقية بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة أن في كل دولة هناك تعليمات ومناشير ووزارية من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية تتضمن أخلاقيات البحث العلمي. يمكن هذه البنود الواردة في هذه المناشير يمكن استخدامها للحد من ربما الممارسات اللا أخلاقية للذكاء الاصطناعي. هذه بالنسبة كإشارة فقط. أستاذي، بالنسبة لليونسكو أصدرت تعليمها في نهاية 2023 تؤكد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، خاصة للتلاميذ الذين يتجاوزون 13 سنة. أستاذي المحترم دكتور زهير، من ضمن هذه التطبيقات في الذكاء الاصطناعي، ما هي التطبيقات التي يمكن أن نضعها في التعليم العام، يعني التعليم ما قبل الجامعي، والتطبيقات التي يمكن أن تكون في التعليم العالي؟ يعني لابد من تصنيف هذه التطبيقات لاستخدامها في التعليم. كذلك أستاذ، نقطة أخرى، تجهيز الفيديو، يعني هل يتم
مع الطلبة يعني داخل الصفوف أو داخل القسم، أم يتم إعداده قبل ذلك؟ وهل هناك مهارات يعني رقمية وكفاءات رقمية بالنسبة للطلبة أو للمتعلمين في التعليم العام أو التعليم ما قبل الجامعة؟ اللغة العربية قد تكلمتم عنها، فعلا نحن نعاني ونعوض في المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، والمجلس الأعلى للغة العربية هو هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية بالجزائر، وأنا من لجنة تعميم واستعمال التكنولوجيا في اللغة العربية، ونحن ما زلنا في خطوات يعني في البداية وخطوات متعثرة لتوظيف الحوسبة والذكاء الاصطناعي بالنسبة للغة العربية، لأن في هذا المجال نحتاج إلى اللغوي وإلى التقني، يعني صحيح إلى جانبين تقني ولغوي، فنحن نعاني من هذه المشكلة ولم نحقق يعني شيئا يعني ربما ملحوظ أو متميز، ونحن ربما في المستقبل سنعمل على ذلك كتحدي من التحديات التي تنتظر اللغة العربية، علما أن المحتوى الرقمي للغة العربية على الشبكة العنكبوتية لا يتجاوز 3% فقط. بالنسبة أستاذ، بالنسبة للتقييم فقط آخر نقطة، بالنسبة لتقييم الأبحاث باستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هل هي تطبيقات لغوية أسلوبية أم هي كذلك تطبيقات ربما مفاهيمية وفكرية بالنسبة للبحوث؟ نعم، تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي اختصار للجهد والوقت يعني في نفس الشيء. شكرا أستاذ زهير، واستمتعنا كثيرا بهذه المداخلة، وإن شاء الله يعني ربي يخليك ويعطيك العافية والصحة إن شاء الله. نعم دكتور، كل الاحترام والتقدير لك. نعم صحيح، هناك بعض، بالنسبة للعديد المؤسسات الدولية قامت باستحداث بالنسبة للسياسات، لوضع سياسات خاصة اليونسكو، المنظمة العربية الأليسكو، بالنسبة للجنريتيف اي اي في التعليم والبحث العلمي، وتم ترجمته باللغة العربية إلى اللغة العربية وعدة لغات بشكل عام. وطبعا كل دولة مثل ما تفضل الدكتور بشير موجودة فيه، بالنسبة للجان لوضع سياسات عامة تتعلق بالذكاء الاصطناعي بشكل عام وخاصة في عملية التعليم. ولكن لو جينا على مؤسسات التعليم العالي حتى نكون واقعيين دكتور بشير، يتكلمون عن دمج الذكاء الاصطناعي في التدريس وفي البحث العلمي باستحياء، يعني خايفين يقولوا نعم وخايفين يقولوا آه. فبقول لك بالنسبة لشو اللي بيصير، ممكن عملية الاتكالية، ممكن بعض المشاكل هذه. نعم أتفق معك، هذه موجودة، ومثل ما قلنا لابد أن يكون هناك إيش التطور، يجب أن يكون مستمر وإجباري. الآن التطبيقات تدع باللغة المدارس، نعم 90% من التطبيقات الموجودة حاليا وجدت من أجل المدارس، ما قبل التعليم الجامعي كلاس بوينت وجد للمدارس، بالنسبة لعملية بالنسبة للسكول، بالنسبة للاي اي وجدت للمدارس، عملية التصميم إنتاج المحتوى الكرييشن لكانفا، هذا عملية الإنتاج. وبالتالي أنا بقسم، وفي عندي بالنسبة دليل الآن بعمل عملية مشاركة لكم، قمت مع زملاء عملنا بالنسبة دليل في بالنسبة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية التعليم، وقمنا بتصنيف هذه الأدوات إلى 3 مراحل: مرحلة التخطيط ما قبل الدخول إلى الغرفة الصفية، مرحلة التنفيذ، وثم مرحلة التقويم. بس أعطيني دقيقة دكتور، مشان لأن أنا بنسى، مشان أبعث لكم بالنسبة لعملية إيش الدليل، دقائق ببعث لكم بالنسبة للدليل، تمام يا دكتور. بإمكانكم الاستفادة منه، بإمكانكم عملية النقد تاعه لأنه هدفه في التطوير، وكان زملاء معنا كنا نعمل أنه يتم بالنسبة له. هذا موجود عندي، دقيقة بس تحملوني. ايه شير الله يبارك في ايه حضرتك يا دكتور، شكرا ليك. ايه بدنا نقوم بعملية التطوير، لكن نتيجة الحرب على غزة، لأنه معنا حد من الزملاء من غزة، إن شاء الله ربنا يفرج عليهم علينا. ايه الآن اللهم آمين. الرنك، اوكي. بكل يعني بكل احترام، بيسعدنا نتلقى بالنسبة له ملاحظات تعادكم بشكل عام على الدليل. إذا كان عندك أداة جربتها وجربتيها، هاي بدي أحط لكم الدليل موجود عندي، أوكي.
ممكن تعمل له شير يا دكتور على جوجل اه دوك. طبعا الان اكيد بعمل له شير لا انا دكتور، قصدي بس شير على جوجل دوك وكل الناس تعمل عليه كومنت، يعني متاح لينا ان احنا نعمل عليه كومنت، يبقى انت حضرتك تلقيت التعليقات اللي موجودة عليه احسن. اوكي هو موجود عندي انا هي الرابط. تمام، يبقى كل واحد من الحضور عنده قابلية ان هو يعمل عليه تعليق ويضيف عليه تقييم. هي الرابط بإمكانكم أولا بالنسبة لعملية التطبيق موجود عندي. تمام، على ما حضرتك ترفع الرابط ممكن نفتح المايك أوكي الدور أوكي هاي بصراحة. موجود عندي. تمام، هاي الدليل شير أنا طبعا موجود عندي دكتور، بشير للجميع الأدوات مقسمة تفصيلية كيف إنه بالنسبة لعملية التخطيط وين الناس تقوم بعملية التخطيط في تصميم المحتوى طبعا قبل الدخول، التخطيط الجيد للمدارس طبعا بالنسبة للدروس، الخطوات الموجودة عندي عملية التصميم اللي كنت أتكلم معه بالنسبة لأنواع المحدود طبعا كمعلومات لابد، الأدوات الموجودة عندي كرة الحياة مهمة جدا، أخلاقيات الموجودة عندي، خطوات الدمج نقوم بعملية الدمج مع التصميم طبعا، ومن ثم نبدأ عملية إيش التطبيقات الموجودة عندي طبعا، المجالات الموجودة عندي حسب اتفاق بكين وطبعا هو كجزء استخدامه في إدارة التعليم، تمكين المدرسين، تقييم تنمية المهارات، فرصة التعلم للحياة، تعزيز العلم المفتوح. هاي التطبيقات أنا موجودة عملية دكتور بشكل كامل، كل أداة متى نقوم باستخدامها تمام. هذه موجودة ممكن الجميع يستفيد منه. الكوبايلوت هاي بالنسبة تقريبا، هاي بالنسبة أيضا للكانفا، أدوات كثيرة ومتنوعة ممكن إيش يستفيدوا منها الزملاء بشكل عام. جزاكم الله خيرا دكتور نرغالي. في كمان شغلة الدكتور بشير حكى عنها وأنا نسيتها، أعتقد عملية تقييم الأبحاث بشكل عام. هو أولا دكتور بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي عبارة قائمة على عملية معالجة اللغات، بالتالي بناء على البرومتس اللي انا بكتبه، وبعتقد انه الدكتور صالح سال عن هذه النقطه من ناحيه اخلاقيه، انا بقوم بعمليه التوجيه بناء على الروبريك الموجود من دار النشر او من المجله، بقوم بعمليه تصميم ماذا اريد ان يكون بالتقييم، لكن انا ما ببعث التقييم اللي اعطاني اياه بالنسبه لشات جي بي تي ببعثه للمجله، انا بالتاكيد راح يكون في ظلم للباحثين، حاجه لعمليه ايش؟ إعادة الصياغة، إعادة الترتيب والتأكد، وخاصة طبعا إذا كان شات جي بي تي 4 هذا نقطة مهمة، يقوم بقراءة الجداول، يقوم بقراءة وتحليل الصور، وبالتالي بيعطيني إيش كنقاط، لكن لا يقوم بعملية نقول نقد عملية طريقة التحليل إذا كانت كواليتيتيف أو إذا كانت بالنسبة كوانتيتيف، لأن هو مدرب على داتا، أنت مستخدم مثلا الأمس أو مستخدم سمارت بي إل إس، نستخدم بالنسبه للكوفيريانت، تستخدم بالنسبه لعمليه العلاقات بالنسبه للانفرنشال التحليل، هو ما بيكون بالتحليل ولكن بحاجه انك ايش انت تكون بعمليه ايش تدقيق ووضع ايش بالنسبه للمراجعه او الملاحظات النهائيه. تمام دكتورنا، عندنا دلوقتي في سؤال، لسه سؤالين من محمد عيد، اتفضل آخر سؤالين. تفضل دكتور محمد. نعم دكتور، السلام صباح الخير. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، اتعرف على حضرتك. أهلا أو سهلا دكتور زهير ودكتور محمد، مع حضراتكم الدكتور محمد في جامعة المنصورة. أهلا بك دكتور محمد. طبعا سعدني جدا لقاء دكتور زهير أستاذنا العزيز والفاضل، وليا سؤالين سريعا عشان الوقت انا عارف يعني مش هطول على حضرتك، لكن هو سؤالين يعني بإيجاز شديد. السؤال الأولاني، يا ترى إيه هي التحديات اللي هتقابل المصممين التعليميين في خلال التطورات المتلاحقة بخصوص توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى التعليمي؟ ده السؤال. يا ترى هل بمنتهى البساطة الموضوع هيجي ويتلغي دور مصمم تعليمي، أو هيبقى يتلاشى، ولا إيه الوضع ده؟ أتمنى حضرتك يعني تلقي الضوء في هذا الوضع أو بخصوص هذه الوضعية. والسؤال الثاني والأخير،
بيتعلق طبعا بتوظيف ادوات الذكاء الاصطناعي بخصوص الابحاث. فهل هناك مبادرات للتحقق من او ادوات او تطبيقات للتحقق من مصداقية وعدم توظيف او نقول كده اذا كان الاحتيال والغش باستخدام الذكاء الاصطناعي في توليد الابحاث؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور، يعطيك العافية. يعني أنت سألت سؤال مهم جدا، بيهدد الوظائف وظيفتنا أو عملنا. أنا مصمم تعليمي انستراكشنال ديزاينر في الأصل، يعني الماجستير تاع انستراكشنال ديزاين ديفلوبمنت اند ايفالويشن، أهلا بك ونفس دكتور. الشيء حتى الدكتوراه في نفس المجال ولكن في الجانب الثاني. السؤال مهم جدا. يعني إذا أنا أدوات الذكاء الاصطناعي، نعم ممكن تساعدنا، ممكن بتساعدنا في عملية إيش الأفكار، توليد أفكار إبداعية في عملية بالنسبة إيش حل المشكلات، وعملية إيش طرح أنشطة تفاعلية ممكن تساعدني أنا كمصمم كأفكار، ولكن مش راح تحل محل بالنسبة للمصمم التعليمي، لأنه في عندي في الوسط السياق. السياق مهم جدا دكتور محمد، السياق مهم جدا حتى أنا أقوم بعملية إعادة السياق الموجود عندي. حتى لو جينا بالنسبة لعملية تحديد احتياجات وقدرات المتعلمين أو الفئة المستهدفة من هذا التصميم، سيكون أدوات الذكاء الاصطناعي قاصرة عن عملية معالجة السياق الموجود عندي، وبالتالي بالعكس ستكون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مكملة ومحفزة وستؤدي إلى زيادة الإنتاجية. سيكون في عندك بالنسبة لاستخدام أدوات حديثة في عملية إثراء المنهاج من خلال بالنسبة للفيديو التفاعلي، من خلال استخدام بالنسبة له تحويل النصوص الموجودة عندك إلى على شكل فيديو. هنا أصبح دورك في إيش؟ أصبح تحول من مصمم تعليمي إلى مصمم أوامر، إلى مصمم كتابة برومتس. فممكن تكون وظيفتك مستقبلا مصمم تعليمي لديه القدرة على توليد إيش؟ له دور إيش؟ خبرة في البرومت إنجينيرينج. هذا اللي بدهم إياه، وليس أن يتم عملية تحل محلك. الأمانة بالنسبة لأدوات الذكاء الاصطناعي وفي عملية الانتحال، حتى نكون واقعيين، حتى قبل مجيء أدوات الذكاء الاصطناعي هناك كان بعض الباحثين يقومون بعملية سلكة الأبحاث حتى كانت بالطرق التقليدية. دكتور محمد ممكن يكون نشر بحث في مجلة UGC أو صاد من دولة أخرى، يكون بإجراء بعض التعديلات وينسب البحث إليه نفسه، ممكن يتم اكتشافه بعد سنوات. يعني أنا بقرأ على أحيانا في بعض المواقع تقوم بنشر بالنسبة لعملية انتحال سرقة الأبحاث وإعادة نشرها أسماء باحثين جدد بعد سنوات، ممكن تكون من 2019 تمت هذا الحدث، تم كشفه بعد 6 سنوات، فهذا شيء طبيعي. لكن يبقى عندنا شيء دكتور، أخلاقيات الباحث العلمي مش مستحيل تتغير باستخدام التكنولوجيا أو باستخدام أي نمط من أنماط البحث العلمي. إذا الباحث لديه ثقة بنفسه وملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، تأكد تماما أنه لن تغريه نسبة التكنولوجيا المتقدمة ولا عملية يؤدي إلى تغيير المسار تاعه. لكن إذا كان الإنسان ليس لديه مانع علمي ولا يتبع أخلاقيات البحث العلمي بدون تكنولوجيا، ممكن أقول له ممكن، ممكن بحث، أعطيك على سبيل المثال، ممكن تقوم بعملية إنتاج بحث كامل من الألف إلى الياء، ماشي، وتقوم بكتابته ويكتب لك إياه ChatGPT، وتقوم بعملية شو بنسميها هلوسة المباحث أو بالنسبة لعمل citation الفبركة والمراجع. حلو، ممكن أنت حتى تتجاوز عملية الكشف، استخدام كشف بالنسبة له الكتابة بأدوات الذكاء الاصطناعي من خلال الزيرو تشات GPT أو غيره، دخلته على تطبيق آخر ليكن مثلا الجرامرلي إعادة الصياغة، دخلناه على تيرن إن الـ AI ديتكشن، ما كان بالكشف، ممكن يمشي. لكن هو كباحث ممكن يفكر حاله إنه ضحك على الناس ولكن هو لم يلتزم بالأخلاقيات. لكن تأكد تماما بعض المجلات وبعض الباحثين والمحكمين الريفيورز عندهم خبرة، أنه مستعد يعرف أنه هذا المحتوى أو هذا البحث تم توليده من خلال مين؟ من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي. مثل ما هناك أدوات الكشف عن كتابة الـ AI
هناك للأسف الشديد أدوات لتجاوز هذه الأدوات، وأنا شرطة عندي على الفيس، حتى تكون عندك إيش مصداقية، أنا حتى ننشر إنه في أدوات للكشف الانتحال الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك أداة للتجاوز هذا موجودة منشورة، وشرطة عندي على الفيس، التطور موجود، التطور الإيجابي موجود والتطور السلبي موجود. هذا دكتور محمد بيرجع عالميا ثقة الباحث والتزام بأخلاقيات البحث العلمي. شكرا جزيلا دكتور زهير على الإجابة هذه اللي يعني الرائعة، شكرا جزيلا وسعيد بأن أنا سمعت حضرتك، ألف شكر يا فندم. الله يخليك، تسلم دكتور. دكتور أنا ريمان، أنا طبعا ريمان أعتقد بالنسبة للعديد من التطبيقات تقصد استخدام الانتراكتيف ال سي دي، يعني عرضها للطالبات مثلا. دكتور نريمان ممكن تفتح المايك؟ ايوه دكتور، ايوه دكتور محمد، دكتور نريمان، شكرا لحضرتك دكتور محمد، انا بيك دكتور، اتفضل يا فندم، اتفضل. شكرا لحضرتك يا فندم. دكتور نريمان هي تقريبا خرجت الدكتور، لا موجودة، موجودة بس مش مشكلة، موجودة؟ لا بس اتفضلي. مش عارفة. أول إشي أنا مش دكتورة، أنا ماجستير لسه، أهلا بيك. أنا معلمة في مراحل ثانوية. لا الانتراكتيف ال سي دي أنه في عملية تشرح المادة، أنه كيف أفعله من ناحية إيجابية بشكل كبير مع الطالبات. يعني إحنا غالبا في المدرسة عندنا أنا بحسه أنه بس كأنه ال سي دي عادي. نعم أنا بدي شكرا أسماء لك. برامج اللي تساعدني، خاصة أني أنا ساينس يعني البيولوجي بدرس، فبدي يعني ممتاز أسماء برامج أستفيد منها للمراحل الثانوية. ممتاز، شكرا لك، شكرا لك، فهمت الرسالة. نعم الانتر اكتيف بروجيكتور ال سي دي منتشر عندنا في فلسطين بشكل كبير جدا، زي السمارت بي سمارت ال سي دي، نفس السمارت بورد دكتور محمد، بيت الزملاء من خارج فلسطين. الآن نعم طبيعة التفاعل على الجهاز الأسير حسب طبيعة المحتوى الموجود عندي. أعطيك على سبيل المثال فيت، ما دام أنت ساينس من حظك أنه فيت موجود عندي، هي تقوم بعملية تفاعلية، وبالتالي موجود عندي هذا مجموعة من التجارب سيميوليشن ظهر الشاشة. الآن عملية أنه أي يكون فهم نعم جهاز تفاعلي في خصائص التفاعل، ولكن إذا كان التفاعل على شكل بي دي اف لن يكون هناك تفاعل، ولكن لو كان عندي كتاب إلكتروني تفاعلي أو فيديو تفاعلي ممكن يكون متفاعل. أعطيك السيميوليشن، السيميوليشن الموجود عندي أنت بيولوجي، هاي بيولوجي دكتور ناريمان، أوكي ممكن يكون بده هنا، هاي موجودة عندي بالنسبة لك كتجربة موجودة عندي، هذا بعمل لي سيميوليشن واضح، أوكي ممكن يكون أنا ممكن يكون تفاعل دكتور ست ياسمين، واضح معي؟ وطبعا على ال سي دي ممكن انت الطالب او الطالب بايده ممكن يتحرك على الشاشه وتقوم بتحريك بالنسبه لتوضيح العلاقات الموجوده عندي، ولكن الشاشه الموجوده عندي انا مش تفاعليه، فكجزء مثلا بالنسبه له ممكن اغير كجزء بهذه الطريقه وبهذا النيش الموجود عندي، هاي كجزء من التفاعل الموجود عندي، وبالتالي انا بدي يكون عندي اصمم التفاعل. طيب انا كيف بدي اصمم؟ ممكن اروح على الكانفا، اقوم بتصميم محتوى تفاعلي عن طريق الكانفا، طبعا دراك اند دروب. ممكن استخدم تطبيق اخر، معلش اسمحوا لي حتى لو بعدنا عن الذكاء الاصطناعي، اتش 5 بي للزملاء، اتش 5 بي كنا ندرب دائما اتش با اتش 5 بي، أخذت معك دورة فيها الـ H5P أنا. اوكي ممتاز، انت ممتاز. بامكانك تكون تصميم الها، عندك السيميوليشن، شفت السيميوليشن الموجود عندي اللي كان بالنسبه للفيت نفس المبدا الموجود عندي، الفيت بحل لك المشكله، بعطيك بالنسبه لمين الفيت، وين راحت؟ شفت الفيت لما عرضت ولا لا؟ لانك يمكن خرجت يبقى. لا ما هو انا شابكه من جهازين، من اللابتوب ومن هذا عشان اي اطبق اوكي اللي بتحكيه. هاي موجود عندك انت، او بالنسبه إذا أنت حبيت تنتجه ممكن أعطيك مثلا تطبيق آخر، حتى الزملاء والزملات الثاني من مناطق ثانية بإمكانهم يستخدموا الموزة.
مو زابوك شو موجود عندي، مو زابوك، مو زويل، مو زويل. هذا للأسف شو يسموه بلغاري وهنغاري، هذا التطبيق هنغاري موجود عندي هنا كشكل موجود عندي، ولكن طبعا طبعا عمل باللغة العربية، لكن احنا في الدول العربية للأسف مش موجود عندنا. هاي بالنسبة مأخذ لها شكل موجود معي 3D، وبالنسبة كشكل يعني بإمكاني أقوم بعملية إيش؟ عرض. طبعا من عملية التفاعل من خلال الأجهزة التفاعلية الموجودة عندنا المدارس، طبعا هذا مدفوع، توفر بعض الإمكانيات الموجودة عندي. أوكي خليها مش مشكلة، دقيقة بسرعة نشوف كيف إنه بكون بعملية إيش الاستفادة من هذه التطبيقات. هذا بإمكاني أكون بعملية العرض، هذا بالنسبة لتلوث البيئة، هذا بالنسبة لعملية إيش الجسم البشري بشكل عام وما إلى ذلك. بصير عندي عملية التفاعل. لاحظ التخصصات الموجودة، في كل التخصصات الموجودة 3D، في عندي مكتبة الوسائط، في عندي بالنسبة للدروس الرقمية، في عندي أدوات، في فيديو، يعني حتى بإمكان المعلم أو المعلمة تكون استغلال بالنسبة لهذه التطبيقات الموجودة عندي، ومن ثم عملية إيش تصميم أو استخدام إحنا بنسميها في تكنولوجيا التعليم أو الدكتور محمد عيد المصري إيش العناصر التعليمية، نقوم بعملية استخدامها وتوظيفها. أوكي خلينا بس أعمل التثبيت. على ما أوكي يتم عملية التثبيت ممكن نشوف مريم، اوكي تفضلي. بس أنا اوكي اي سؤال ثاني عبين ما يشتغل. مريم، ده آخر سؤال إن شاء الله معانا النهاردة، تفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم عليكم السلام. السلام يا دكتور. معلش يا دكتور، انا كطالبة بيطلب مننا مثلا ابحاث في الكلية بخصوص مادتنا مثلا، يعني احنا انا تخصص تكنولوجي تعليم، انا قسم تكنولوجيا التعليم، بيطلبوا مننا ابحاث، فانا لما باجي مثلا ابحث على جوجل بصفه عامه ما بيطلعليش برضو الحاجات اللي انا عاوزاها في البحث، او بلاقيها كلها متكرره. لما جيت استخدم الذكاء الاصطناعي بيديني اجابات محدوده وبحس انها بعيده عن الموضوع، وفوق كده كمان انا مش عايزه انسخ، يعني انا عاوزه اخد معلومات تكون مبسطه او في نفس الوقت معلومات انا ممكن اغيرها او اصوغها بطريقتي انا. فعشان كده أنا كنت بسأل حضرتك لو ترشح لي تطبيقات يعني أستخدمها أنا في البحث بالنسبة لي أنا كطالبة. ممتاز. انا بالنسبه حتى تستخدم بالنسبه للابحاث بشكل عام، بس خلينا شويه انا بنصحك ابعدي عن التشات جي بي تي، حاولي شوفي بالنسبه لمواقع معينه اخرى مثل الي سايت، هاي موقع على الي سايت، استخدمي بالنسبه للكونكتد بيبرز بشكل عام بعطيك اياهن. لكن هنا مريم اهم شيء حتى تحصل على جوده عاليه في المعلومات حسب البرومبت اللي انت بتستخدميه، هذه نقطة مهمة جدا. يعني انت بعطيك هي معلومات عامة، ولكن اهم نقطة بده يكون عندك السياق. سياق مهم جدا. طبعا بالتأكيد الدكتور عندك لما يكون مدرس المسار ويقوم بتصميم المسار والاساينمنت بطريقة إبداعية، حتى ما تاخذ من موقع هاي اكيد برجع هيك. هذا التطبيق انا ناريمان بالنسبة للتفاعل، يعني انا كيف ممكن يكون بالنسبة لهذا التطبيق الموجود عندي موجود بهذه الطريقة، يكون بعملية ايش هو الشاشة حلول. لسه مش مفتوحة يا دكتور، هو الشاشة أوفلاين. عفوا مش بس الشاشة اوكي، هاي الشاشة بشكل عام وظاهرة تمام. موجود عندي، ممكن يكون تفاعل. هذا طبعا بالنسبة ل 3 دايمنشنز، هذا بإمكاني أن يكون بعملية تصميم موقف تعليمي معين عليه بناء على المعلومة اللي بدي إياها. هذا كجزء كيف يكون ممكن التفاعلية موجود يعني. بالنسبة لمريم مرة ثانية، إنه بالنسبة لك حسب البرامج ببعث لك إياها، يعني ببعث لي إيميل، ببعث لك قائمة بالمراجع اللي ممكن إنك إيش تستفيدي منهم، سواء في دراستك البحث العلمي أو حتى في تصميم طبيعة المحتوى التفاعلي. هطلب من حضرتك طلب صغير، ان هي بعد ما تسجل معانا في الميل ليست ده بتقييم الورشة، انا هاخد من حضرتك الماتيريال كلها عشان كل الحضور يستفيد منها ان شاء الله. ما في أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. غير الإيميل تاعي كمان موجود إلى تمام الباقي. تمام اظن احنا خلصنا كده الأسئلة.
يعطيكم العافية وشكرا لكم لحضوركم. بعرف انه ممكن بالنسبة لتطبيقات كثيرة كانت موجودة والوقت محدود، يعني لانه لو بدنا ناخذ كل تطبيق ممكن بده ايش 4 5 ساعات حتى نقوم بعملية التطبيق بشكل فردي، ولكن اجمالا ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي فقط تحتاج الى الممارسة، لا اكثر ولا اقل، تحتاج الى ممارسة وتعرف كيف بدك تكون بعملية استخدامه. تمام يا دكتورنا الغالي، أنا بتوجه بخلص الشكر لحضرتك يا دكتور على تعبك معانا ولوجودك معانا في ورشة لمدة 2 وتلت كمان، يعني إحنا بقالنا أكتر من 3 ساعات تقريبا مع بعض، قبلها بنشتغل ساعة ودلوقتي دكتور إحنا تعبناك جدا. أنا شاكر لأفضلك يا دكتور معانا دكتور زهير، وشاكر لكل الحضور اللي هم قعدوا معانا فترة كاملة. كل يعني الميزة الأساسية إن الناس حضورهم من أول دقيقة لآخر دقيقة، الحمد لله نعم مهتمين جدا بالمعلومة وتمام بالحضور بتاع حضرتك. في بعض اللينكات اللي انا هبعتها لحضراتكم دي خاصه بإيمرج افريكا، ده الرابط الخاص بتقييم الورشه، حضراتكم بعد اذنكم تقييم الورشه. ده كمان الرابط التاني، ده رابط الجروب بتاعنا على الفيسبوك لو حضراتكم حابين ان انتم تشتركوا معانا في الفيسبوك، وده كمان الموقع بتاع إيمرج افريكا على الانترنت، بحيث انكم تتابعوا الحاجات الورش اللي احنا بنعملها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. وكمان ده الجروب بتاعنا على اللينكد ان كمان، وقناة اليوتيوب اللي موجودة عليها كل الورش اللي هي السابقة واللي احنا شغالين عليها دلوقتي. يعني احنا عندنا اكتر من تقريبا وصلنا ل 90 فيديو بنتكلم فيه باللغة العربية في مجال تكنولوجيا التعليم، ويعني بنتكلم ده باللغة العربية، في اللغة الانجليزية عندنا اكتر من كده. والحمد لله شغالين في ميرج أفريقيا، وإن شاء الله بدعمكم ووجودكم معانا يعني إن شاء الله نكمل أكتر وأكتر. وأي حد من الحضور الكرام حابب إن هو يشارك معانا في ميرج أفريقيا ويكون مشارك معانا في ورشة من الورش، إن هو حاضر معانا متطوع، ده رقمي الخاص وده الإيميل بتاعي، وأي وقت أنا تحت أمركم، وأي تواصل على الواتساب أنا تحت أمركم إن شاء الله. في أي استفسار خاص بالنسبة لإيميرج أفريقيا؟ لو في حد من الحضور عاوز يسأل حاجة عن إيميرج أفريقيا؟ طيب انا بتوجه بخلص الشكر والتقدير للدكتور زهير ولكل الحضور نعم دكتور، الكرامه ولكل الحضور على الكرام. انا عارفه دكتور ده انت حضرتك منورنا على طول. وكل الحضور الكرام لكم كل الشكر والتقدير على وجودكم معانا، ويا رب نكون حققنا استفاده في مجال تكنولوجيا التعليم وان احنا استفدنا من بعض. كل الشكر والتقدير، ونلقاكم ان شاء الله في ورش جديده في ايمرج افريقيا بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا شكرا، مع السلامة، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.